الرحمن الرحيم. بيفصل ساعة ما نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة برين ستيم بارت 3. هنركز على البيزك اند كلينيكال اسبيكتس ريجاردينج ذا فانكشنال كومبوننتس اوف كرينيال نيرفز. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني هناخد ديفرنت ليجنز اوف ذا برين ستيم. زي ما قلناهم المره اللي فاتت كان فيه 3 ليفلز في الميدلا، 3 ليفلز في البون، 2 ليفلز في الميد برين. هنشوف كل مكان واحد من دول وات ار ذا ليجنز افكتنج ات، وكل واحد وات ار ذا كاركترستيك فيتشر، وهنعتمد فيهم اعتمادا كاملا على الهيستولوجي اللي احنا خدناه. المحاضره اللي فاتت واللي قبلها كان في عندي functional components of cranial nerve nuclei or fibers، والدياجرام اللي قدامي ده كده كنا بنقسمه الى motor part basal plate وsensory part alar plate، وthese are the different columns of the brain stem. الكولمن الاولاني كان general somatic efferent، الثاني special visceral efferent، General visceral efferent، الرابع يبقى General visceral afferent، اللي بعديه Special visceral afferent، General somatic afferent and Special somatic afferent. الجزء above ده كان يمثل mid brain، upper level and lower level of the mid brain، and this represents the pons، upper level of the pons، middle level of the pons، lower level of the pons. الجزء اللي تحت مضلة بأجزائها برضو 3 levels، upper level، middle level and lower level. نفس النظام الرسم اللي فاتت ديت، وقلنا ليه عملناهم بهذا الترتيب، لأن ترتيبهم during embryonic life كان بنفس النظام: general somatic efferent، special visceral efferent، general visceral efferent، general visceral efferent، special visceral afferent، general somatic afferent and special somatic afferent. وشرحت قبل كده برضو في المحاضرة اللي فاتت أو اللي قبلها what are the components of each cranial nerve، وعرفت ان الاوكيلوموتور كان له 2 نيوكلياي، اوكيلوموتور and ايدنجر ويستفن. بروكلير كان له only one nucleus، الابديوسنت only one nucleus، الهايبوغلوسال only one nucleus. الترايجيمينال كان له 4 نيوكلياي، موتور نيوكليس اوف ذا تريجيمينال، مين سنسوري، ميزينكيفاليك اند سباينال نيوكليس اوف ذا تريجيمينال. الفيشال برضو كان له 4 نيوكلياي، موتور فيشال، سوبيرو ساليفاري، سوليتاري اند سباينال نيوكليس اوف ذا تريجيمينال. الجلوسوفاريجيال برضو نفس النظام، 4 نيوكلياي، نيوكليس امبيجوس، انفيرو ساليفاري، سوليتاري، سباينال نيوكليس اوف ذا تريجيمينال. الفيغاس نيرف اي اولسو 4 نيوكلياي، نيوكليس امبيجوس، دورسال نيوكليس اوف ذا فيغاس، سوليتاري نيوكليس، سباينال نيوكليس اوف ذا تريجيم. يبقى كان عندي فيشيال وجلوسو فارينجيال وفيغاس، كان كل واحد فيه 4 نيوكلياي، وبالتالي كان له 5 تايبس اوف فايبرز، لان في النيوكليس سوليتاري فيها 2 تايبس، واحد منهم جنرال فيسرال افرنت كومبوننت، والتانية special visceral afferent component. والكلمات دي كلها قلنا معانيها: general somatic supplying skeletal muscles derived from somites، special visceral afferent supplying skeletal muscles derived from pharyngeal arches، general visceral afferent supplying smooth muscle or exocrine gland، general visceral afferent receiving sensation from the different viscera، special visceral receiving taste, sensation and also olfaction، general somatic receiving pain, temperature, touch and proprioception، واخر واحد كان special somatic afferent responsible for vision, hearing and equilibrium.
ده كان تقريبا ملخص المحاضرتين اللي فاتهم. نبدأ بكرينيال نيرف كل واحد، وهنقول الفايبر كومبوننت نوعها ايه، والانجري بتاعه او الليجن بتاعه يدينا ايه. ونبدأ اولا بالأولفاكتوري نيرف، والرسمة اللي فاتت ما كانش فيها باين عليها أولفاكتوري نيرف، لان الأولفاكتوري نيرف الاوريجين بتاعه from the bipolar cells located in the olfactory part of the nasal mucosa. ده الاوريجين بتاعه from the nasal cavity. الأبر بارت اوف ذا نيزال كافيتي في موجود بايبولار سيلز، هي دي اللي بتدي اوريجين فور ذا اولفاكتوري نيرف. والاولفاكتوري نيرف النوع بتاعه ده سبيشال فيسرال افرنت، وهكرر برضو معاني الكلمات وانا ماشي. سبيشال فيسرال افرنت ذيس ار ذا فايبرز ريسبونسبل فور اولفاكشن، وزيها برضو سبيشال فيسرال افرنتس ار ذا فايبرز ريسبونسبل فور تيست. بقت كلمة special visceral afferent عندنا component عبارة عن taste fibers and olfactory fibers. كلامنا على olfactory nerve، يبقى النوع بتاعه special visceral afferent، وده the only cranial nerve that projects directly to the brain، طالع مباشرة على cerebral cortex. والانجري بتاعه بيدينا anosmia، يعني loss of olfactory sensation. وزملاتنا بتوع النيورولوجي والنيوروسيرجري عارف ان هو how to test، وان انا اقفل one nostril واخليه شم non-irritant material على one side، وبعدين اقفل الناحية التانية واعمل نفس الحركة، يبقى ده how to test the olfactory nerve. النيرف اللي وراه اللي هو اوبتيك نيرف، والاوبتيك نيرف ده التايب اوف فايبر اللي موجوده فيه سبيشال سوماتيك افرنت. وسبيشال سوماتيك افرنت ذيس ار ذا فايبرز ريسبونسبل فور فيجن هيرنج اند ايكوليبري. الاوريجين اوف ذا اوبتيك نيرف ار ذا جانجليونيك سيل لاير اوف ذا ريتنا. فالريتنا الاوريجين بتاعه برضه زي الاولفاكتوري ان A special organ ganglionic cell layer اللي موجودة في الريتنا. وناخد بالنا ان الاوبتيك نيرف ده it is not a true peripheral nerve، ولكنه عبارة عن tract arising from the diencephalon during development. الاوبتيك نيرف بيطلع لي جزء extension from the diencephalon ويمتد ويدينا اوبتيك كاب اوبتيك ديسك and so on، وفي الاخر يدينا اوبتيك نيرف. فالنيرف ده responsible for vision نمرة واحد، وresponsible for pupillary light reflex. pupillary light reflex تحط التورش في عيان النور شوف هيحصل له ايه، constriction of the pupil and so on. يبقى النيرف ده له two functions، نمره واحد vision، نمره اتنين pupillary light reflex. النيرف ده surrounded by meninges like the brain. لو حصل له transection اتقطع النيرف it will lead to ipsilateral blindness. قطع الاوبتيك نيرف غير الاوبتيك كيازما غير الاوبتيك تراكت غير اللاترال جينيكوليت بودي، احنا النهارده هنقول بس اوبتيك نيرف فقط. اتقطع الاوبتيك نيرف يدينا ipsilateral blindness with loss of the direct pupillary light reflex. الدايركت pupillary light reflex في الاي ديت مش هيشتغل. احط التورش في العيان ده في ال I lay affected via cutting of the optic nerve, there will be no light reflex. If the optic nerve is constricted, هيحصل فيه axonal degeneration and optic atrophy will result. ولو النيرف ده subjected to increased intracranial pressure هيحصل فيه papilledema. مش هندخل في التفاصيل، خلينا على ipsilateral blindness و loss of the direct pupillary light reflex. النيرف اللي بعد كده oculomotor nerve. والoculomotor nerve ما نفتكر كان له two nuclei، oculomotor nucleus و Edinger Westphal nucleus. The fibers arising from the oculomotor nucleus are general somatic efferent. وما ترجع للعواميد اللي احنا كنا عاملينها هنلاقي ده اول كولم في البرين ستيم، جنرال سوماتيك افرنت كولم.
يبقى أول type of fiber نمرة واحد general somatic efferent and these are the fibers which arise from the oculomotor nucleus. These fibers will supply 5 of the extraocular muscles, which are levator palpebrae superioris, superior rectus, medial rectus, inferior rectus, and the inferior oblique. يعني كل extraocular muscles are supplied by the oculomotor nerve عن طريق general somatic efferent fibers arising from the oculomotor nucleus except superior oblique and the lateral rectus. يبقى كلهم فيما عدا superior oblique and the lateral rectus. تاني component for the oculomotor nerve are the general visceral efferent fibers and these are the parasympathetic component of the Edinger-Westphal nucleus. الإيدنجر ويستفال نيوكليس تدي فايبرز تطلع مع الأوكيولوموتور نيرف وتمشي في النيرف لحد ما توصل إلى النيرف تو انفيرير أوبليك وتعمل ريلي إن ذا سيلاري جانجليون. هي الفايبرز اللي طالعة فروم ذا إيدنجر ويستفال وريلي إن ذا سيلاري جانجليون. These fibers will supply sphincter pupillae and ciliary muscle. Sphincter pupillae اللي هتعمل لنا constriction of the pupil والciliary muscle responsible for accommodation. وبناء عليه عندي two types of fibers. الاوكيولوموتور يبقى الاوكيولوموتور is responsible for movement of the eyeball طبعا in different direction by the different muscles. اللي عاوز يراجعهم يراجع المحاضرة بتاعت الاوربت والaction of the extraocular muscle. يبقى أول function له movement of the eyeball. Any function constriction of the pupil عن طريق السفنكتر pupillae muscle وثالث حاجة الaccommodation أو الconvergence. يبقى three functions. نمرة واحد somatic efferent fibers responsible for supplying the muscles and thus responsible for movement of the eyeball in different directions. Any type of fibers arising from the Edinger-Westphal are responsible for constriction of the pupil and accommodation or convergence. لو حصل في lesion في الاوكيولوموتور نيرف ايه الكلينيكال بيكتشر اللي هيجي لنا بيها العيان هيشتكي من ايه؟ الليجن ده ممكن يحصل due to transtentorial herniation نتيجه subdural hematoma او epidural hematoma او tumors فوق في السوبراتنتوريال ريجون اند سو اون. المريض هيشتكي من ايه؟ نمره واحد ذا اي بول ويل بي دايركتد داونورد اند لاترالي. واي؟ لان كل المسلز حصل لهم باراليسيس فيما عدا اثنين سوبيريور اوبليك اند لاترال ريكتس والسوبيريور اوبليك ريسبونسبل فور داونورد موفمنت اوف ذا اي بول بتخلي الاي دايركتد داونورد يعني السوبيرير اوبليك بتعمل ديبريشن والانفيرير اوبليك عكسها بتعمل اليفيشن. فناخد بالنا اللي حصل لها هنا كلهم بارالايزد فيما عدا السوبيرير اوبليك. السوبيرير اوبليك ما زالت شغاله يبقى ذا اي بول ويل بي دايركتد داونورد واللاترال ريكتس برضه ما زالت موجوده وتشتغل يبقى الاي هتبقى دايركتد لاترال. يبقى لو العين داخل لك والاي بول بتاعته دايركتد داونورد and laterally معناها ان عنده paralysis of all extraocular muscles فيما عدا superior oblique and lateral rectus. وكتبها لك هي حصل ليه الكلام ده due to unopposed action of the superior oblique and lateral rectus. تاني حاجه there will be diplopia. diplopia مع العين يحرك عينه in the direction of the parietic muscle. يعني مثلا for example السوبيرو ريكتس بقت paralyzed والميديا ريكتس paralyzed والانفيرو ريكتس بقت paralyzed والانفيرو بليك paralyzed. ايا من هذه تحرك العين in the direction of any of these muscles هيحصل فيه ديبلوبيا لان الموفمنت اللي انت بتعملها ديت in one eye it is produced by two muscles وin one eye it is produced by one muscle وبالتالي في lag
of coordination in between. فالعين يحصل له ديبلوبيا لو جيت تحرك one of the parietic muscles. نمرة ثلاثة، بما ان الاوكيلوموتور سبلاي ذا ليفيتور بالبيبري والليفيتور بالبيبري سوبريورز ديت ماسكه في السكين اوف ذا ابر ايليد والسوبيريور تارسس، هلاقي العين عنده توزس يعني دروبنج اوف ذا ابر ايليد، ما هوش ديو تو سمباثيك، لا ده ديو تو ان دينرفيشن اوف ذا ليفيتور بالبيبري سوبريورز باجزاءها السوماتيك بارت والجزء اللي هو برضو التارسل او سوبيرو التارسل مصل اللي هي السموث مصلز اللي موجود فيه. طيب اخر حاجة عندي affection of the parasympathetic component will lead to dilated and fixed pupil. يبقى these are the manifestations of oculomotor nerve injury. The eye directed downward and laterally. The patient has diplopia. Ptosis, drooping of the upper eyelid, واخر حاجة dilated and fixed pupil due to interruption of the parasympathetic fibers, اللي هي الفايبرز arising from Edinger-Westphal nucleus or general visceral efferent component. قلنا الاوكيلوموتور ده يحصل له انجري نتيجة uncle herniation. لو فيه تيومر موجود فوق، لو موجود هيماتوما and so on، بس في ملاحظة in the fibers responsible for constriction of the pupil will be affected first resulting in dilated fixed pupil قبل somatic efferent fiber ما تبقى affected ويحصل لك بقى الاي تبقى directed downward and lateral. يبقى لو العين جالك بيشتكي من affection للpupil او انت بتعمل له اختبار او تيست ولقيت فيه affection of the dilatation of the pupil, light reflex and so on. قبل ما يحصل فيه paralysis of the muscles, يبقى دي early sign of oculomotor nerve affection. ونفس النظام برضو, pupillo constrictor fibers will be affected في حالات posterior communicating artery, لو في carotid أو posterior communicating artery, لو في aneurysm, لو في compression في الكافيرنس ساينس، لو البوستيرو كوميونيكيتنج ارتري في انيوريزم، لو بوستيرو سيريبرال ارتري او سوبيرو سيريبلر ارتري اللي ماشي بينهم الاوكيلوموتور نير، في كل الاماكن دي كلها البيوبيلو كونستريكتور فايبر will be affected earlier than the somatic efferent component يعني before paralysis of the muscle occur. في حالات الدايابيتس somatic efferent component will be affected first with subliminal fibers responsible for pupil constriction سليمة. هناخد بالنا الفرق بين الدايابيتك affection والبقية الحالات، حالات الانكل هيرنيشن او انيوريزم في السيركل ويلس اند سو اون. رابع نرفع عندنا تروكليار نير. التروكليار نير اللي هو رقم أربعة بيحتوي على somatic efferent fiber or general somatic efferent fibers. إنه فعلا له one nucleus which is the trochlear nucleus وكانت موجودة في الكولا من الأولاني. والتروكليار نيرف ده قلناه قبل كده the smallest cranial nerve, the only cranial nerve that arises from the dorsal aspect of the brain stem with the only cranial nerve that decussates inside the brain stem. ثلاثة characteristic features مهمين للتروكليار نير. وبيغذي only one muscle which is the superior oblique. ونراجح كده الاكشن بتاع السوبيريور اوبليك مسل على responsible for depression وabduction وintorsion. Depression يبقى الايبول directed downward. Abduction الاي تتحرك لبره laterally وانتورشن الاي تلف انتورشن تلف على جوه يعني 12 o'clock اللي موجوده فوق دي عند البيوبل الابر بارت اوف ذا بيوبل تلفها كده ده ميديالي يبقى ده عباره عن انتورشن. طيب العين هيحصل له ايه؟ بما ان هي responsible for intorsion هلاقي فيه extortion of the eyeball.
يبقى اكستورشن اوف ذا اي بول ده عباره عن كومبنساتوري ميكانيزم، يعني العين داخل لك الاي نفسها لفه، وويكنس اوف ذا داونورد جيز، اما اقول له حرك عينك لتحت لتحت بص ايه اللي هيحصل، هيحصل عنده ديبلوبيا. يبقى ديبلوبيا اون لوكينج داون از كاركترستيك فور تروكليير نيرف انجن. وبما ان الانتورشن بقى افكتد والعيان جاله اكستورشن، the patient will try to compensate for this extortion. فهيعمل هيد تلت، الاقي دقنه بيلفها وبيلفها towards the side of the lesion، بمعنى ان paralysis of the right superior oblique muscle will result in extortion of the right eye and the tilting of the chin to the right side. يبقى اللي داخل لك ولافف دقنه كده ناحيه الرايت سايد معناها عنده رايت تروكليير نيرف افكشن او رايت سوبيرور اوبليك نيرف افكشن. بقى في كده ثلاث حاجات، نمره واحد ديبلوبيا اون لوكينج داونورد، وسبب الديبلوبيا اون لوكينج داونورد ان في عين منهم بتعمل ديبريشن باي ذا سوبيرور اوبليك اونلي اللي هي الافكتد اي، نفترض انها الرايت. العين الثانيه اللي هي الليفت، الليفت بتعمل ديبريشن باي تو ماسل سوبيرور اوبليك فيها سليمه وانفيرور ريكتس. فعندك زي ما قلت وان اي بتعمل ديبريشن باي سنجل ماسل، وان اي بتعمل ديبريشن باي تو ماسلز، ففي الحركه مش متناسقه مع بعضيها، فده سبب الديبلوبيا. والديبلوبيا ديت بما ان السوبير اوبليك بتعمل داونورد يبقى ديبلوبيا اون لوكينج داونورد از كاركترستيك اوف سوبير اوبليك. وقلنا العين هيبقى فيها ديبلوبيا نمره واحد، فيها اكستورشن نمره اثنين، فيها هيد تيلتنج تو كومبنسيت، وقلنا هيد تيلتنج توارد ذا افكتد سايد. وسبب الديبلوبيا داس بيرميتنج باينوكليير الاينمنت، عاوز العين يخلي عينين الاثنين ماشيين مع بعض to avoid diplopia. النرف اللي بعد كده abducent. الabducent اللي هو رقم 6 زيهم، يعني 3 و 4 و 6 نفس الطيب of nerve fiber which is called general somatic efferent fibers. وكرر معناها تاني supplying skeletal muscles derived from somites. وبيطلع from one nucleus which is the abducent. والabducent دي شفناها كانت موجودة عند the lower level of the bones. Lower level of the bones. The abducent زيها زي trochlear supply only one muscle. والمرة دي الabducent supply the lateral rectus responsible for abduction of the eyeball. خلي عينك تتحرك ناحية lateral side. وبالتالي لو حصل لها باراليسز هيحصل فيه ميديال سكوينت، يعني العين هتبقى دايركتد ميديالي باي ذا اكتيف ميديال ريكتس ويز انابيليتي تو ابدكت ذا اي. ما تقدرش تبعتها تخليها تروح ناحيه اللاترال سايد، لان ميديال ريكتس هي اللي شغاله واللاترال ريكتس هي اللي بارالايز. وبالتالي بما ان عندنا الديفكت هنا في الميديا ريكتس وفي اللاترال ريكتس والاوبوزيت لها اللي هي الميديا ريكتس، والاثنين واحده بتعمل ابدكشن واحده بتعمل ادكشن، فالعين بص بيشتكي من ايه؟ هوريزونتال ديبلوبيا. هوريزونتال ديبلوبيا with maximum separation or the double image on looking toward the parietic lateral rectus. تقول له بص ناحيه اللاترال سايد اعمل ابدكشن للاي، لو فرضنا عنده lateral rectus وقلت له حرك عينيك الاثنين ناحيه اليمين، ابص الاقي الباريتك muscle lateral rectus ما بتشتغلش، الناحيه الثانيه الميديا ريكتس شغاله بتجيب الاي الناحيه دي، وبالتالي في هوريزونتال ديبلوبيا. فالهوريزونتال ديبلوبيا is characteristic for abducent nerve injury. النرف اللي عندنا بعد كده trigeminal nerve. الترايجيمينال بالرغم من ان له اربعه نيوكلياي
which are the motor nucleus of the trigeminal, main sensory nucleus of the trigeminal, mesencephalic nucleus, and spinal nucleus of the trigeminal, ولكن only two types of fibers. The two types of fibers of the trigeminal are, number one, special visceral efferent fibers. وبعدين قلت كلمة visceral يبقى معناها supplying skeletal muscles derived from branchial or pharyngeal arches. أول component عند special visceral efferent fibers arising from the motor nucleus of the trigeminal. والموتور نيوكليس دي supply the muscles derived from the first pharyngeal arch اللي هم بتوع mastication, temporalis masseter, وميديال تيريجويد ولاترال تيريجويد ومايلوهايويد وانتير بيل اوف دياجاستريك وتنسور بالاتاي وتنسور تيمباناي. كلكم حافظينهم طبعا. وات ار ذا ماسلز درايفد فروم ذا فيرست فارينجيال ارش؟ كلهم سبلايد باي ذا موتور نيوكليس اوف ذا تريجيمينال. وبالتالي ذا تايبس اوف فايبر جوينج تو ذيس ماسل ار كولد سبيشال فيسرال افرنت فايبرز. تاني كومبوننت for the trigeminal nerve are the general somatic afferent fibers. والجنرال سوماتيك ده كان العمود اللي هو اما نعد كده عدي ثلاثه وبعدين اثنين العمود تقريبا السادس اللي هو اللي قبل الاخير general somatic afferent fibers. والعمود الجنرال سوماتيك افرنت ده كان فيه mesencephalic nucleus above, main sensory nucleus في النص, spinal nucleus of the trigeminal واخدة البونز ونازلة على المدلة ونازلة على الاسبينال. وكانوا الثلاثة نيوكلياي دولة main sensory وspinal nucleus of the trigeminal and the mesencephalic كان كل واحدة لها sub speciality. يعني المين sensory كانت responsible for touch from the face, spinal nucleus of the trigeminal responsible for pain and temperature from the face, mesencephalic nucleus responsible for proprioceptive sensation from the face. كل الفانكشنز ديت سواء touch او pain او temperature او proprioception كلهم مجموعين تحت كلمة general somatic afferent fibers. مجموعة الفايبرز ديت through these nuclei they carry sensation from the face, mucous membrane of the nasal and oral cavity, the teeth, the hard palate, the soft palate, will proprioception from the muscles, the facial muscles in itself, and even the temporomandibular joint. وناخد بالنا ان الترايجيمينال برضه supply the dura mater of the anterior and the middle cranial fossa وجزء صغير كده في الاكسترنال اير. فكل دي كده عن طريق الجنرال سوماتيك افرنت فايبرز. اند ذيس فايبرز لها سيل بوديز موجوده ان ذا تريجيمينال جانجليون. فالسيل بوديز اوف ذيس سنسوري امبلسز ار لوكيتد ويذن ذا تريجيمينال جانجليون اند ذير سنترال بروسيسز will ascend and enter the brain stem to terminate either into the main sensory nucleus, spinal nucleus of the trigeminal, or the mesencephalic. احنا كده داخلين على sensory function وليس motor function زي ما كنا بنتكلم قبل كده. يعني الاوكيلوموتور والتروكلير والابديوسن الفايبر طالعة من النيوكليس اللي قدامنا في البرين ستيم ورايحة مباشرة على المصل. لا انا المره دي بتكلم على sensory function وبالتالي لازم يبقى فيه ganglion along this nerve. اما اجي عند الترايجيمينال هلاقي فيه ترايجيمينال ganglion اللي موجوده في الميدل كرينيال فوسا. اما اجي عند الفيشيال هلاقي جينيكيوليت ganglion. اما اوصل للجلوسوفارينجيال والفيجاس كل واحد عليه inferior ganglion. فلازم يبقى فيه ganglion وسيطه في النص والganglion واقفه كده لها peripheral process receiving impulses from the different areas اللي انا قلتهم oral cavity وteeth وpalate وsoft palate and so on كل الاماكن دي كلها
والسنترال بروسس تاخد الامبلسز تدخلها على البرين ستيم تو ريلي ان ذا مين سنسوري نيوكليس اوف ذا تراجيمينال او سباينال نيوكليس او ميزينكيفاليك، ويبدا من بعدها بقى السكند اوردر نيورون والثيرد اوردر نيورون اند سو اون. ففهمنا يعني ايه جنرال سوماتيك افرنت فايبر، وقلنا they are cell process بتاعتهم او cell bodies موجودة في trigeminal ganglion where they are carried by the central processes to reach the main sensory nucleus, spinal nucleus of trigeminal or the mesencephalic, will main sensory responsible for touch, spinal nucleus for pain and temperature, mesencephalic responsible for proprioceptive sensation. دي عبارة عن certain reflexes related to the trigeminal nerve in their actions. كلنا سمعنا على الكورنيا reflex، تجيب حتة قطنة كده وتلمس بيها الكورنيا تلاقي العين قفلت. هو الافرنت limb كل reflex من دول لازم ليها افرنت pathway و efferent pathway. الفايبر تطلع من هنا من الكورنيا عن طريق الاوفثالميك نيرف لانها سبلايد باي ذا اوفثالميك، وبعدين توصل بما انها تاتش هتروح على المين سنسوري نيوكليس، وفي كونكشن بين المين سنسوري وبين الموتور فيشيال، يبقى الافرنت لمب عندي عباره عن الفيشيال نيرف، والفيشيال نيرف ده اللي بيغذي مين المصل اللي مسؤوله على الكورنيال ريفلكس. هتقفل عينيك، ديس ذا اوكيولو ديس ذا اوربيكولاريس اوكيولاري، يبقى الافرنت لمب بيبدا في الكونجكتيفا والاوفثالميك نيرف الافرنت لمب، والافرنت لمب عندي فيشيال نيرف اند اوربيكولاريس اوكيولار. اللي زيه بالظبط كونجكتيفا ريفلكس، بس ناخد بالنا ان الابر كونجكتيفا سبلايد باي ذا اوفثالميك نيرف واللور بارت اوف ذا كونجكتيفا باي ذا ماكسيلاري نيرف. لمست الكونجكتيفا سواء الجزء بتاع الاوفثالميك او الماكسيلاري برضه يطلع على الموتور المين سنسوري نيوكليس اوف ذا تراجيمينال، وبعدين يوصل للموتور فيشيال نيوكليس، والموتور فيشيال تطلع عن طريق الفيشيال نيرف توصله على اوربيكولاريس اوكيولاي عشان تقفل عينك. فاول ريفلكس كورنيال، نمره 2 كونجكتيفا ريفلكس، نمره 3 لاكريميشن ريفلكس. لاكريميشن ان عينك تدمع نتيجه اي اريتيشن، اي اريتيشن للكونجكتيفا او للكورنيا، برضو ما زال معانا الاوفثالميك نيرف او الاوفثالميك وماكسيلاري، وبعدين هيوصل عن طريق يصل الفيشيال. وخد بالك المره دي بقى اللاكريميشن ما هوش موتور فيشيال، ده اللاكريميشن عباره عن سوبيرو ساليفري، سوبيرو ساليفري نيوكليس دخلت على الفيشيال، ومن الفيشيال هتطلع على طريق الجريتر سوبرفيشيال بتروزا نيرف تو ذا تيرجوبالاتاين جانجليون، وتوصل للماكسيلاري نيرف، وبعدين زيجوماتيكو تيمبرال، ويعمل كوميونيكيشن معه ومع اللاكريمال نيرف ويزن ذا اوربت. فالباثوي ده رجاء حار تراجعه، وكل البرانشز بتاعه الديفرنت كرينيال نيرفز لازم تراجعها كويس عشان تفهم بعض الاماكن اللي فيها طويله شويه في الباثوي ده. هنا فهنا اوفثالميك وده فيشيال سوبيرو ساليفري، وسوبيرو ساليفري طلعت منه الفايبر راحت في الفيشيال نير، وبعد كده جريتر سوبرفيشال بتروزا نير ترجو بالاتاين جانجليون ماكسيلاري نير سايجوماتيكو تيمبرال، وبعد شويه وصل للاكريمال نير عشان يوصلوا الى اللاكريمال جلا. تراجع البرانشز كلها في الهيدن دريك. الريفلكس اللي بعد كده سنيزنج ريفلكس، تعطس تعطس نتيجه الريتيشن اوف ذا نيزل ميكوزا، والمنطقه دي كلها سبلايد باي ماكسيلاري نير، والعطس طب عن طريق طبعا المسلز اوف ذا بالات وفارينكس ولاريكس، كل ده يبقى فيجاس نيرف. والفيجاس طبعا لما نقول فيجاس يبقى المقصود فيجاس ومعاه كرينيال اكسسوري. فده سنيزنج ريفلكس. الافرنت لمب بتاعنا ما زال معانا تراجيمينال نيرف، كل الدول كده تراجيمينال نيرف. اخر ريفلكس هنا اللي هو جو جيرك ريفلكس. الجوجيرك ريفلكس ده برضه تيست فور ذا انتجريتي اوف ذا تراجيمينال نيرف، وبالتحديد ميزينكيفاليك نيوكليس اوف ذا تراجيمينال. هو التيست ده او الجيرك ده
عن طريق الميزنكيفاليك نيوكليس اوف ذا تريجيمينال تودي فايبر تروح على الموتور نيوكليس اوف ذا تريجيمينال. تعمل كده تضرب على اللور بارت اوف ذا نيك فوق السنتر كده، تحط صبعك وتضرب. كلنا عارفين، الشباب كله عارف يعني ايه من الجو جيرك ريفلكس. نورمالي ذيس جيرك از ابسنت، نورمالي ما بيحصلش حاجه. لو حصل عملت تابنج للجو والمسيتر رفعت عملت ابورد كده موفمنت، ابورد موفمنت للجو، يبقى ده انديكيشن اوف ابر موتور نيورون ليجن، فده برضو من ضمن الليجنز والكاركترستيك فيتشرز اوف ذا تريجيمينال نيرف افكشن. فعندي كده مجموعه من ريفلكسز ريليتد ان ذير فانكشن او ان ذير كورس تو ذا تريجيمينال نيرف: كورنيال ريفلكس، كونجكتيفال ريفلكس، لاكريميشن ريفلكس، سنيزنج ريفلكس، واخر واحد جو جيرك. قلنا نورمالي ات از ابسنت، لو حصل المسيتر قفلت يبقى معناه في ابر موتور نيورون ليجن، يعني افكشن اوف ذا تريجيمينال نيرف الكورتيكال فايبرز اللي هي جايه تعمل له سبلاي من فوق. وتلاحظ كده يقول لك مانديبولار نيرف ومانديبولار نيرف. المانديبولار نيرف هنا البروبريوسيبتيف فايبرز، وهنا المانديبولار نيرف عباره عن الموتور كومبوننت اوف ذا مانديبولار نيرف، سنسوري اند موتور كومبوننتس اوف ذا مانديبولار نيرف. لان عندنا الاوفثالميك ده كان بيورلي سنسوري، والماكسيلاري بيورلي سنسوري، والمانديبولار ده في سنسوري فايبرز اند موتور فايبر. فالسنسوري فايبر ار ريسبونسبل فور ذا افرنت بارت اوف ذيس ريفلكس، هو ذا motor part of the mandibular is responsible for the efferent part of this reflex. If these are five reflexes related to the trigeminal nerve. شو بقى lesion of the trigeminal اللي يعمل لي ايه؟ احنا قلنا الترجيمينال ده supply face كله. upper face و middle face و lower face عن طريق branches of the ophthalmic في upper part. branches of the maxilla في middle part. branches of the mandibular في اللور بارت، وكل سنسيشن سواء بين او تاتش او تمبريتشر، في ما عدا اريا صغيره من الفيس كانت نوت سبلايد باي ذا تريجيمينال نيرف. الاريا ديت اللي هي اوفرلاينج ذا ريمس اوف ذا ماندبل، فانا ما اجيش بقى على الريمس اوف ذا ماندبل واقول لك اعمل اكزامينشن للتريجيمينال، خليك في نص الفيس كده قريب من الميد لاين واعمل لي سواء اوفثالميك في الفور هيد او في الماكسيلري كده تحت على التشيك كده ميديالي او في المانديبولار برضو، يبقى عرفنا الاماكن بتاعتنا. يبقى نمره واحد loss of general sensation from the face، وخد بالك معاها كمان mucus membrane of the oral and the nasal cavity. الاورال كافيتي اللي انا عندي اللينجوال نيرف ده جاي اساسا من الترايجيمينال يعني مانديبولار، وسبلاي جنرال سنسيشن يعني general sensation للتنج و general sensation للانتيرو part of the oral cavity، والجزء من النيزل كافيتي عن طريق الانتيرو اثمويدال and the posterior اثمويدال، كل الدولت nasocillary branches of the trigeminal. بكرر تاني رجاء مراجعة what are the branches of the different cranial nerves عشان نعرف الاريا supplied by each one. يبقى loss of general sensation from the face to mucous membrane of the oral and the nasal cavity. نيجي بقى على الريفلكسز اللي احنا عملناها loss of the corneal reflex او conjunctival reflex، يبقى lost. الموتور part of the trigeminal اللي هو رايح للمانديبولار will affect the muscles of mastication، يبقى يحصل فيه paralysis of the temporalis ومسيتر وميديال تيريجويد ولاترال تيريجويد، وبالتالي there will be deviation of the mandible. وديفيشن اوف ذا مانديبل ذا توورد ذا بارالايزد سايد، بارالايزد سايد. خد بالك هنقول دلوقتي في حاجات توورد ذا بارالايزد سايد، وفي حاجات تاني في النيورو معانا بتحصل توورد ذا نورمال سايد. فالجو او المانديبل will be deviated toward the paralyzed side، والسبب ان التيريجويد ماسل بتوع وان سايد ويل بريديوس موفمنت ان ذا اوبوزيت دايركشن، بمعنى ان الميديال واللاترال تيريجويد بتوع الرايت يحركوا المانديبل توارد ذا ليفت، وميديال واللاترال تيريجويد بتوع الليفت يحركوا المانديبل توارد ذا رايت سايد.
فلو حصل فيه paralysis of the right muscles of mastication يبقى المسلز بتاعت الليفت هي اللي هتشتغل and they will produce movement of the mandible toward the right side. يبقى ما الليفت يشتغلهم هيودي المندبل toward the right والعكس صحيح اما الرايت muscles تشتغل هيودي المندبل toward the left side. يبقى بكررها تاني deviation of the mandible toward the paralyzed side. احنا قلنا muscles of mastication وعندنا كمان tensor tympani و tensor palati و anterior bill of the gastric و mylohyoid دول مش هيبانوا معانا بس عندنا tensor tympani هتدينا hypoacusis يعني partial deafness to low pitch sounds. Partial deafness to low pitch sound يبقى hypoacusis. يبقى عرفنا كده الـ characteristic features of trigeminal nerve affection. What are the components of the trigeminal nerve? وإيه اللي بيحصل during affection of the trigeminal nerve. النيرف اللي بعد كده هو facial nerve. الفيشال نيرف في مجموعه من الكومبوننتس مجموعه كبيره واول كومبوننت عندي سبيشال فيسرال افيرنت فايبرز وسبيشال فيسرال افيرنت معناها ذيس ار ذا فايبرز ريسبونسبل فور سبلاينج سكيليتال ماسلز درايفد فروم ذا سكند فارينجيال ارش. يبقى الموتور فيشال نيوكليير الموتور تريجيمينال اللي فاتت بتاع التريجيمينال نيرف الموتور نيوكليس اوف ذا تريجيمينال كانت سبلاينج المسلز درايفد فروم ذا فيرست برانكيال ارش. الموتور نيوكليس اوف ذا فيشيال سبلاي ذا مسلز درايفد فروم ذا سكند برانكيال اور فارينجيال ارش. يبقى اول كومبوننت اتقابلني سبيشال فيسرال افيرنت فايبرز اند ذيس ار ذا فايبرز ارايزنج فروم ذا فيشيال نيوكليس او بنقول عليها موتور فيشيال نيوكليس. وما نقول فيشيال نيوكليس بس ونسكت يبقى المقصود بها موتور فيشيال نيوكليس. يبقى ده اول تايب اوف فايبر. تاني تايب اوف فايبرز arising from the superior salivary nucleus واللي arising the superior salivary these are called general visceral efferent fibers وجنرال visceral efferent because they supply smooth muscle or exocrine gland. هنلاقيها عندنا هنا بتغذي جلاندز بالفعل. الفايبرز اوف ذا سوبيرو سليفري نيوكليس هي دي الفايبر اللي بتمشي خلال النيرفس انترميدياس بارت اوف ذا فيشيال نيرف اند ذيس فايبرز ويل ليف ذا فيشيال ثرو نمبر 1 جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف ونمره 2 ثرو ذا كوردا تيمباناي. فالفايبرز اوف ذا سوبيرو سليفري دخلت في الفيشيال وبعدين تسيب الفيشيال عن طريق تو نيرفز جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف او كوردا تيمبرال. اللي مشوا في الجريتر سوبرفيشال يعملوا ريلي ان ذا تيرجو بالاتاين جانجل then they supply the lacrimal nasal and palatine glands. كانت معانا اللاكريمال جلاند اهي ونيزل وبالاتاين جلاندز. the fibers passing through the corda tympani will relay in the submandibular ganglion in order to supply the submandibular and sublingual salivary gland. يبقى تاني كومبوننت عندي general visceral efferent الاوريجين بتاعها superior salivary بتسيب الفيشال عن طريق greater superficial وcorda tympani وعرفت الgreater superficial هيودي على lacrimal ونيزل وبالاتاين through the pterygopalatine ganglion ويودي على submandibular وsublingual through the submandibular ganglion. ثالث component for the facial nerve are the so-called special visceral afferent. أنا المرة دي بقول إيه؟ Afferent fibers. الافرنت this superficial afferent fiber, these are the fibers responsible for taste sensation. Taste sensation. بدأ اتكلمت على sensation يبقى لازم فيه nucleus وسيط في النص. ودي السيل بوديز اوف ذي سنسوري فايبرز ارايز فروم ذا جينيكيوليت جانجل وبرضه لها بيريفرال بروسيس كارينج تيست سنسيشن فروم ذا تانج
ولها central process that will project to the solitary nucleus. يبقى الجينيكوليت جانجلي الموجودة كده عند الفيشيال نيرف ما بيغير اتجاهه وطالع من عند الجينيكوليت جانجلي جريتر سوبرفيشال وبعد كده الفيشيال يلف كده ويطلع لكوردة تيمباناي. هو الكوردة تيمباناي ده اللي اتحد مع اللينجوال نيرف اللي كي يصل إلى الانتيرو تو ثيردس اوف ذا تانك. الاوريجين اوف ذيس كوردا تيمباناي فايبرز السيل بوديز بتاعتها موجوده ان ذا جينيكوليت جانجلي، موجوده في الجينيكوليت جانجلي. والبريفرال اسمه كوردا تيمباناي بريفرال بروسيس، السنترال بروسيس اللي طالع من الجينيكوليت جانجلي يدخل البرين ستيم لكي يصل الى السوليتري نيوكليس عشان بعد كده يكمل التيست باس واي يوصل للسيريبرال كورتكس. وبالتالي النوع الثالث عندي من الفايبرز اللي موجوده في الفيشال نيرف ار ذا سبيشال فيسرال افرنت فايبرز ريسبونسبل فور تيست فروم ذا انتيرو تو ثيردز اوف ذا تانج ويتش از كاريد باي كوردا تيمبانا. رابع نوع من الفايبرز اللي موجود عندي عباره عن جنرال فيسرال افرنت فايبرز. جنرال فيسرال افرنت، ما هو الفيشيال نيرف برضه ليه فيسرال سنسيشن فروم ذا باليت اند بوستيريور بارت اوف ذا نيزال كافيتي عن طريق الترجو بالاتاين جانجليون. كان فيه برانشز جايه من الماكسيلري وفي كوميونيكيشن بينها في المنطقه ديت منها وبين الديفرنت برانشز اوف ذا تريجيمينال وعن طريق الانتيرو ثمويدال وبوستيرو ثمويدال. اما دخل للنيزل كافيتي في كوميونيكيشن برضو بين الحاجات بتاعه التريجيمينال والحاجات بتاعه الفيشيال. وبالتالي الفيشيال نيرف بيشارك ان ذا سبلاي اوف ذا باليت. البالاتاين برانشز فيهم جنرال فيسرال افرنت فايبر كارينج فيسرال سنسيشن فروم ذا باليت، والبوستيرو بارت اوف ذا نيزال كافيتي برضه فيه فيسرال سنسيشن. وذيس سنسوري فايبرز برضه السيل بوديز بتاعتها موجوده ان ذا جينيكوليت جانجليون اند ذي ار اولسو كاريد باي ذا نيرفس انترميدياس بارت اوف ذا فيشيال نيرف انتو ذا سوليتري نيوكليس. يبقى كده السوليتري نيوكليس ريسيفز جنرال فيسرال افرنت فايبرز، وقلنا في السلايد اللي فات ان هي also receive special visceral afferent fiber. وده الكلام اللي احنا قلنا المحاضرة اللي فاتت ان السوليتري نيوكليس لها two functions or two components. One component responsible for taste sensation which is called special visceral afferent component. One component responsible for receiving sensory fibers from the posterior part of the nasal cavity and the palate, and these are called the general visceral afferent fibers. آخر component عندي general somatic afferent fibers. General somatic these carry sensation behind the ear عن طريق the posterior auricular branch of the facial. The motor بس في برضه سوماتيك افرنت فايبرز عن طريق كوميونيكيشن بينه وبين الاوريكولار برانش اوف ذا فيجاس. حلايل منطقه الاير دي فيها كوميونيكيشن بين الجلوسوفارينجيان وبين الفيشيان وبين الفيجاس. وقول ذيس فايبرز لو اتنقلت عن طريق الفيشيال او الجلوسوفارينجيال او الفيجاس they will enter into the spinal nucleus of the trigeminal. فنفس النظام بما ان ديت سوماتيك افرنت او سنسوري فايبر جنرال سوماتيك افرنت فايبر، يبقى السيل بودز بتاعتها موجوده ان ذا جينيكوليت جانجليون وجايبه سنسيشن فروم ذا اريا بيهايند ذا اير اند ذي ار كاريد باي ذا فيشيال نيرف تو ريتش ذا سباينال نيوكليس اوف ذا تريجيم. بقى كده عندي الفيشيال فيه 5 كومبوننتس. نمرة واحد كان special visceral efferent supplying the muscle derived from the second branchial arch وgeneral visceral efferent fibers عن طريق superior salivary والكوردة تيمباناي والجريتر superficial عشان supply الجلاندس اللي أنا قلتها. في special visceral efferent fiber responsible for taste sensation
وهم الثلاثة دول these are the main components of the facial nerve. التانيين دول السايز بتاعهم قليل وعدد الفايبرز قليلة، اللي هي general visceral afferent fibers وجنرال سوماتيك افرنت فايبر. عشان كده اقول لك باي سيتنج اسايد ذا ريليتيفلي انسيجنيفيكانت جنرال سوماتيك افرنت وجنرال فيسرال افرنت، الاثنين دولت ما همش مهمين قوي زي الثلاثه. يبقى في عندي الفيشيال في 3 مين كومبوننتس حفظناهم الثلاثه الاولانيين، واللي هم اقل في الاهميه الاثنين، يبقى عندي كده في 5 تايبس اوف ايه اوف فايبرز. لو بصيت على دي كده وشفت التاريخ بتاعها عليها، لا ده لسه اللي بعديها. What are the clinical picture of the facial nerve injury؟ التالي كلنا عارفينها لأن كلنا تقريبا شفنا حالات facial nerve infection. بص كده the facial supply all the muscles of facial expression اللي هم derived from the second pharyngeal arch عن طريق facial motor nucleus. بما انهم المسلز اوفيشال اكسبريشن حصل باراليسز على وان سايد they will be deviation of the mouth toward the normal side. يبقى المندبل كان بيحصل له ديفيشن toward the paralyzed side اللي هو رقم 5. رقم 7 ديفيشن toward the normal side. يبقى ما يحصل فيه فلاسيد باراليسز اوف ذا مسلز اوفيشال اكسبريشن، وناخد بالنا ان اللور موتور نيورون ليجن اوف ذا فيشال ده ويل افكت ذا ابر اند لوور بارتس اوف ذا فيس، بعكس ما نيجي بعد شويه يقول لك ابر موتور نيورون ليجن، مش هنقول التفاصيل بتاعته دلوقتي. ابر موتور نيورون ليجن ويل افكت ذا ماسلز اوف ذا لوور فيس اونلي، لوور موتور نيورون ليجن اول ذا ماسلز اوف ذا فيس ابر اند لوور ويل بي افكتد. والسبب كلنا عارفينه ان الفيشال نيوكليس الجزء بتاع ال responsible for supplying the upper part of the face له bilateral cortical nerve supply، يعني supplied from the cerebral cortex of both sides. هنبقى نقول بعدين upper motor neural lesion. يبقى أول حاجة عرفناها lower motor neural lesion facial يحصل deviation toward the normal side. الكورنيال ريفلكس اللي كل الريفلكسز اللي أنا قلتها كانت بدأ بالترايجيمينال وانتهت بالفيشيال هتبقى affected corneal reflex و conjunctival reflex، لأن أنا المرة دي اللي بيقفل العين اللي هو الافرنت لم عبارة عن facial nerve. لو رجحت الجدول اللي كان معانا بص كده facial nerve يبقى الافرنت لم will be affected وبالتالي يحصل فيه loss of corneal reflex و conjunctival reflex and so on. بما ان الفيشيال ده بيغذي الانتيرو تو ثيرس اوف ذا تانج عن طريق الكورده تمباناي يبقى له سوف تيست فروم ذا انتيرو تو ثيرس اوف ذا تانج. طب الفيشيال برضو تغذي ماسل موجوده جوه بنسميها ستابيدياس ماسل، والستابيدياس دي اهم من اللي فاتت اللي كانت تنسور تمباناي. الستابيدياس دي هي المين ماسل ريسبونسبل فور دامبنج داون اوف لاود فويس، وبالتالي العين يبقى عنده هايبر اكيوزيس يعني increased acuity of sound. تتكلم جنبه كده وصوتك واطي بيحس بالصوت عمال يرن في ودنه. يرن في ودنه دي بتاعت الفيشيال نيرف وبنسميها هايبر اكيوز. العين عنده حاجه بنسميها بيلز فينومينون. هو طبعا ما بيقفلش لا ابر فيس ولا لور فيس ولا عينيه بتتقفل، وبالتالي لما يجي يقفل عينه الاقي الاي بول نفسها لفت على فوق. اما تلف كده upward movement للاي بول ده بنسميه بيلز فينومينون. ممكن العين يكون عنده كروكودايل تيرز. كروكودايل تيرز اللي هو لاكريميشن ديورينج ايتينج. لاكريميشن ديورينج ايتينج واحد ولا حاجه اللي ما لهاش ضغط، هي مره فيها ثلاث فروع دي 36 شقه. كروكودايل تير سندروم اللي هو لاكريميشن ديورينج ايتينج ات از كوزد باي فيشال نيرف ليجن بروكسيمال تو ذا جينيكيوليت جانجليون. لو حصل قطع للفيشال نيرف بروكسيمال تو ذا جينيكيوليت قبل الليفل بتاع الجينيكيوليت جانجليون، يعني هو موجود فور اكزامبل في الانترنال اوديتوري ميتس وهو معدي
وهو موجود في المنطقة دي، موجود الفايبرز responsible for lacrimation جنب الفايبرز responsible for salivation. يعني لسه الكوردة تيمباناي والجريتر سوبرفيشال ما همش separated from each other، وبالتالي لو حصل at approximate to the geniculate ganglion وبعد كده حصل regeneration السليفاتوري فايبرز will be misdirected toward the pterygopalatine ganglion to produce lacrimation عشان will affect the lacrim الجلد. فممكن الفايبرز responsible for salivation will be misdirected and go towards the greater superficial petrosal nerve and the pterygopalatine ganglion responsible for lacrimation. وبالتالي أما اللي هو العيان بيأكل ويحصل له stimulation salivary secretion يحصل له برضو lacrimation during eating. آخر حاجة ممكن يكون عندنا يعني على العين يكون عنده facial congenital facial paralysis congenital facial diplegia convergent squint أبدو ده بنسميه موبياس syndrome، بس عشان يبقى نفتكر يعني some of the lesions affecting the facial nerve. زي ما قلنا في reflexes related to the trigeminal، في عندي برضو certain reflexes related to the facial nerve. ما هو الكورنيال ريفلكس ده انا قلته من شويه اوفثالميك وسباينال نيوكليس وفيشال نيرف اوربيكولاريس اوكولاي. ساكلينج ريفلكس، الطفل بينزل يعمل ساكلينج على طول مانديبولار نيرف فروم ذا ليبس main sensory nucleus of the trigeminal the center بتاعنا توصل على الفيشيال عشان تغذي الاوربيكولاريس اوريس. يبقى السايكلينج ريفلكس ده مانديبولار والسنتر main sensory والافرنت لمب will be along the facial nerve to the orbicularis oris. معنى عندي orbicularis oculi oris وباكسينيتور كل المسلز كلها are supplied by the facial nerve. في عندي انا ريفلكس بسميه بلينكينج تو لايت، ساعه ما تلاقي النور جه في عينك كده يروح عينك عامله بلينكينج. سبب البلينكينج ده ايه؟ ان النور راح على الاوبتيك نيرف اوف ذا ريتينا السنتر بتاعه في السوبيريور كوليكولاس وفي كونكشن بين السوبيريور كوليكولاس وبين الموتور فيشال نيوكليس عشان تخلي عينك تقفل باي ذا اوربيكولاريس اوكيولا. في blinking to noise، يعني خد بالك ده blinking to light وده blinking to noise. أنا سمعت صوت جاي من الكوكليا through the cochlear nerve، يبقى السنتر بتاعي بما أني بتكلم على الكوكليار والأوديتوري راح على الانفيرو كوليكولاس والانفيرو كوليكولاس برضو فيه connection بينها وبين الموتور فيشال نيوكليس عشان الأوربيكولاريس أوكيولاي تخليك تقفل عينيك. يبقى فيه blinking to light عن طريق superior colliculus blinking to noise عن طريق inferior colliculus وفي الحالات كلها facial nerve هو اللي بيشتغل. This is the efferent limb. آخر حاجة sound attenuation، تسمع صوت جامد sound attenuation الاستابيديس muscle تشتغل. إزاي reflex ده بيحصل؟ عن طريق cochlear nerve from the cochlea يروح على superior olivary nucleus. Superior olivary دي along the pathway of hearing. قلنا المرة اللي فات في superior olivary وفي trapezoid nucleus وفي trapezoid body ويطلع يودي على lateral meniscus وبالتالي بيوصل عن طريق superior olivary to the facial nucleus و facial nerve عشان يشتغل الاستابيديس muscle تشد التمبانك ممبرين لجوه وبتقالي تقلل احساسك بالهاي ساوندز. فبنكرر تاني عندي 5 reflexes are related to the facial nerve in their action: corneal reflex, suckling reflex, blinking to light, blinking to noise واخيرا sound attenuation. All these reflexes الافرنت limb بتاعنا facial nerve by different muscles according to the organ اللي هيشتغل orbicularis oculi او orbicularis oris او oculi او oculi and so on او stabidus muscle. السنتر عرفنا موجود فين سواء جاي من الspinal nucleus او main sensory او superior او inferior colliculus
او سوبيرو ليبري، والافرت ليب عباره عن سنسوري نيرف سواء اوبتيك او كوكلير او ترايجيمينال. انا جبت بس السلايد دي لان لو بصيت على التاريخ بتاعها هتلاقي 31 جولاي 2021، يعني من 3 شهور بس اخر تحديث للكومبوننتس اوف ذا فيشال نيرف. هم 5 كومبوننتس: سبيشال فيسرال افرنت، جنرال فيسرال افرنت، جنرال فيسرال افرنت، وجنرال فيسرال دي سبيشال فيسرال افرنت، جنرال فيسرال افرنت، اند جنرال سوماتيك افرنت. الخمسه اللي انا قلتهم وشرحناهم بالتفصيل، الاخر كومبوننت عندنا 2021. نيجي النيرف اللي بعد كده وهو فيستيبولو كوكليار نيرف. الفيستيبولو كوكليار نيرف النيرف فايبرز اللي موجوده فيه عباره عن سبيشال سوماتيك افرنت فايبرز، والفيستيبولو كوكليار ده عباره عن تو نيرفز متحدين مع بعض، فيستيبولار نيرف اند كوكليار نيرف. الفيستيبولار ريسبونسبل فور ايكوليبريم، والفايبرز طالعه فروم ذا فيستيبولار جانجليون، والفيستيبولار جانجليون دي موجوده في السيمي سيركولار كانال، وموجوده في اليوتريكل والساكيول اوف ذا انر اير، يعني موجوده في الانر اير اللي هو الايه الفيستيبولار بارت اوف ذا انر اير، يوتريكل ساكيول اند سيمي سيركولار كانال. ذيس ار ذا فيستيبولار كومبوننتس اوف ذا انر اير. والفايبرز ويل بي كاريد باي ذا فيستيبولار نيرف وتصل الى يا فيستيبولار نيوكلياي يا سيريبيلم، يعني تدخل اولا على الفيستيبولار نيوكلياي، وفي برايمري فايبر تدخل مباشره على السيريبيلم زي ما هناخد بعد كده مع السيريبيلم، واللي دخلوا الفيستيبولار نيوكلياي هرجعوا يدخلوا تاني برضو على السيريبيلم. يبقى عندي الفيستيبولار كومبوننت will terminate into the vestibular nuclei، ودولت موجودين عند الجنكشن between the bones and the medulla، أو يدخلوا على السيريبيلم. الكوكليار كومبوننت will arise from the spiral ganglion present within the cochlea، والأورجن اللي موجود جوه الكوكليا ده بسميه أورجن أوف كورتي، ودي نفس النوع برضو special somatic afferent. These fibers will be carried to the dorsal and ventral cochlear nuclei within the brain stem برضو عند الجنكشن between the bones and the medulla. فالفيستيبولار نيرف هيودي على فيستيبولار نيوكلياي اللي هم الاربعه اللي احنا كنا قلناهم سوبيرور وميديال ولاترال وانفيرور، والكوكليار نيرف هيودي على كوكليار نيوكلياي اللي هم عباره عن 2 دورسال اند فنترال كوكليار نيوكلياي. لو حصل في ليجن للفيستيبولار نيرف هيعمل لنا فيرتايجو ونستجمس، وهتلاقي العين عنده نوزيا وعنده ممكن فوميتنج كمان، وديس إكوليبريم هيأفكت الايه الإكوليبريم بتاع العيان عشان الفيستيبولار نيوكلياي. يبقى عندي ديس إكوليبريم وفيرتايجو ونستجمس. طبعا الكوكليار نيرف أفكشن، كوكليار نيرف أفكشن هيعمل لنا هيرينج لوس اللي هو سنسوري ديفنس لو النيرف اتقطع خالص، يعني ديستراكتيف ليجن. اما لو النيرف ده حصل له اريتيشن هيدينا تينيتس، فالكوكلير يديني تينيتس لو بارشيال ليجن او اريتيتيف ليجن، يديني كومبليت لوس اوف هيرينج لو العيان ايه حصل فيه قطع كامل في الكوكلير نيرف. بس انا عاوز انبه على حاجه، ان الاوديتوري باس واي بيطلع للبرين ستيم باي لاترال، يعني ممكن ناحيه ايه كده يطلع على البرين ستيم ناحيه باي لاترال، بس لو الافكشن في الاوديتوري او البريفرال ليجن العين هيبان فعلا ان في عنده واحده كومبليت لوس اوف هيرنج او واحده في اريتيشن. النرف اللي عندي بعد كده رقم 9 وهو جلوسوفارينجيال نرف. لو في اي سؤال مع الشباب كده قبل ما نبتدي جلوسوفارينجيال وفيجاس واكسسوري جنب بعض، او ممكن نخلي الاسئله للاخر. الجلوسوفارينجيال برضو له 4 نيوكلياي اند 5 كومبوننتس.
our nucleus tabini regarding the glossopharyngeal nerve, which is the nucleus ambiguous. والنيوكليس أمبيغوس دي طالع منها special visceral efferent fibers. And these fibers will innervate the stylopharyngeus, which is the only muscle derived from the third pharyngeal arch. يبقى أنا خدت ال first pharyngeal arch كان supplied by trigemin. و second pharyngeal arch كان supplied by the fascial. With third pharyngeal arch supplied by glossopharyngeal nerve lumbar. وبالتالي بما ان دي muscles derived from branchial or pharyngeal arches يبقى النوع بتاعها special visceral efferent. يبقى ده اول component for the glossopharyngeal nerve. عبارة عن motor part. تاني نوع general visceral efferent. وده برضو motor part. And these are the fibers arising from the inferior salivary nucleus. الفايبر دي طالع from the inferior salivary وتمشي مع التيمبانيك branch of glossopharyngeal nerve. انا عندي الجلوسوفارينجيال بيدي مجموعه من البرانشز من ضمنهم تيمبانيك branch وكان من ضمنهم عندي lingual branch وكاروتيد branch وفارينجيال branch وتنسيلر branches فاللي طالع من هنا ده اللي واخد الفايبر دي خصيصا هو تيمبانيك برانش اوف جلوسفارينج يعمل لي تيمبانيك بلكسس ويطلع لي من البلكسس دي اللي موجوده في الميدل اير نيرف اسمه ليسر سوبرفيشال بتروز النيرف والليسر سوبرفيشال يروح يعمل ريلي على جانجليون اسمها اوتيك جانجليون فالفايبر طالع من الانفيرو ساليفري وصلت للاوتيك جانجليون وبعدين تطلع من الاوتيك جانجليون as postganglionic secretory motor fibers that will pass along the auriculotemporal nerve to reach the parotid gland. فالباسوي ده برضو يتعرف inferior salivary nucleus, glossopharyngeal nerve, tympanic branch of glossopharyngeal nerve, tympanic plexus, lesser superficial petrosal nerve, otic ganglion, then postganglionic fiber through the auriculotemporal nerve will reach the parotid gland. This is the pathway of secretory motor fibers to the parotid gland. يبقى أول component special visceral efferent, تاني component general visceral efferent with the supplying secretory motor to the parotid gland. والاثنين دولت are motor fibers. تالت component for the glossopharyngeal nerve are the so-called general visceral afferent fibers. وبدام قلت انا بتكلم بدات على السنسوري لا يبقى لازم في جانجليون موجوده في النص والجانجليون اللي عندنا هنا في النص اللي موجوده عباره عن inferior ganglion of the glossopharyngeal. انا عندي glossopharyngeal وهو معدي خلال الجوجلر فورامن عليه اثنين جانجليون. واحده فيهم superior ganglion وinferior ganglion. اللي شغاله معايا في الفانكشن بتاعتي ديت اللي هي جنرال فيسرال افرنت فايبرز از ذا انفيرور جانجليون اوف ذا جلوسوفارينج. طب دي بيجي فايبرز منين؟ يعني لها بيريفرال بروسيسز ويل ريسيف سنسوري سنسيشن فروم. بص بقى فروم ايه؟ فروم ذا ميوكس ممبرين اوف ذا بوستيرور وان ثيرد اوف ذا تانج. ما انا عندي البوستيرور وان ثيرد اوف ذا تانج فيه جنرال سنسيشن عن طريق الجلوسوفارينج. وبرضه sensory fiber from the tonsil والأوروفارينكس والسوفت بالانت والتيمبانيك كافيتي والأوديتوري تيوب. كل الأجزاء دي كلها عبارة عن visceral sensation. كلنا عارفين طبعا البوستير وان ثيرد اوف ذا تانج والتونسل والأوروفارينكس والسوفت بالانت والمنطقة دي كلها وزودنا على تيمبانيك كافيتي وأوديتوري تيوب بالإضافة إلى أيضا visceral sensation from the carotid sinus and the carotid body عشان كيمو ريسبتور وبارو ريسبتور وده عن طريق البرانش اللي طالع من الجلوسوفارينجيال ورايح يغذي carotid sinus and the carotid body اللي بسميه carotid sinus branch. هو الcarotid sinus branch ده اللي responsible for this part supplying barو ريسبتور and the chemo receptor. انا قلت كده الجانجليون بتاعتي inferior ganglion of the glossopharyngeal ولها peripheral process receiving sensation from these areas. ناخد بالنا their central processes will reach the solitary nucleus.
هتوصل السوليتري نيوكليس عن طريق الجلوسوفارينجيال نيرف. يبقى ده عباره عن سنسوري كومبوننت فور ذا جلوسوفارينجيال نيرف. وده ثالث تايب اوف فايبر موجود في الجلوسوفارينجيال اللي هو جنرال فيسرال افرنت فايبر، جاب سنسيشن فروم ديفرنت ارياز وفي النهايه وصلهم عن طريق الجلوسوفارينجيال نيرف الى سوليتري نيوكليس، والسوليتري هتكمل الباس واي تطلع بيه لحد البرين للاريا ريسبونسبل فور تيست سنسيشن. رابع تايب اوف فايبر موجود في الجلوسوفارينجيال نيرف بسميها سبيشال فيسرال افرنت. سبيشال فيسرال افرنت فايبرز ديت، these are the fibers responsible for taste sensation. ما انا بكرر تاني ان السوليتري لها تو فانكشن، جنرال فيسرال افرنت فانكشن ريسيفنج جنرال سنسيشن فروم ديفرنت ارياز، ولا سبيشال فيسرال افرنت ريسبونسبل فور تيست سنسيشن. وتيست سنسيشن يبقى عندي برضو فروم ذا بوستيرور وان ثيرد اوف ذا تانك. يبقى الجنرال سنسيشن فروم ذا بوستيرور وان ثيرد اوف ذا تانك جنرال فيسرال افرنت، وتيست سنسيشن فروم ذا بوستيرور وان ثيرد اوف ذا تانك بقى سبيشال فيسرال افرنت. برضو السيل بوديز بتاعتها موجوده ان ذا انفيرور جانجليون اوف ذا جلوسوفارينجيال. inferior ganglion of glossopharyngeal زيها زي اللي فوق. And these fibers will be carried by the glossopharyngeal nerve into the solitary. هتوصل في النهاية الفايبر تروح على السوليتري نيوكليس. يبقى برضو السوليتري هي فيها بينتهي عليها two types of fibers. والاثنين types بكررهم طالعين from the inferior ganglion of the glossopharyngeal nerve. خامس تايب اوف فايبر موجوده في الجلوسوفارينجي اللي هو جنرال سوماتيك افرنت فايبرز. والجنرال سوماتيك عباره عن سيل بوديز ارايزنج، بص كده، منين؟ فروم ذا سوبيرور جانجليون اوف ذا جلوسوفارينجي، سوبيرور جانجليون اوف ذا جلوسوفارينجي. وبرضه لها بريفرال بروسيسز ريسيفنج امبلسز فروم ذا اكسترنال اير through the auricular branch of the vagus. هو الاوريكولار برانش اوف ذا فيجاس هو اللي موصل مع الجلوسوفارينجيال وموصل مع الفيشيال، والفايبرز في الحالتين، في الحالتين او في الثلاث حالات بيوصلوا على السباينال نيوكليس اوف ذا تراجي. فالجنرال سوماتيك افرنت كومبوننت اوف ذا جلوسوفارينجيال نيرف السيل بودز بتاعتها موجوده في السوبيرور جانجليون اوف ذا جلوسوفارينجيال، وعن طريق السنترال بروسيسز هتروح على السبينال نيوكليس اوف ذا تراجيمينال، وبعدين تكمل الباثوي بتاعها على البرين. بقى عندي كده الجلوسوفارينجيال موجود فيه لو بصينا كده تو تايبس اوف موتور فايبرز، سبيشال فيسرال افرنت وجنرال فيسرال افرنت فايبر. فيه 3 تايبس اوف سنسوري فايبرز، 3 تايبس اوف سنسوري فايبر، منهم two types السيل بوديز بتاعتها موجوده في الانفيرور جانجليون اوف ذا جلوسوفارينجيال اللي هما جنرال فيسرال افرنت فانكشن وسبيشال فيسرال افرنت فانكشن. يعني الانفيرور جانجليون فانكشن بتاعها فيسرال سنسيشن، جنرال فيسرال افرنت وسبيشال فيسرال افرنت، وون فانكشن اخر سنسوري فانكشن اللي هو ثيرد سنسوري فانكشن السيل بوديز بتاعتها موجوده في السوبيرور جانجليون اوف ذا جلوسوفارينجيال، ودي اللي راحت على السباينال نيوكليس اوف ذا تراجيمينال نير. وات اباوت ليجن اوف ذا جلوسوفارينجيال نير؟ نص اوف جاج ريفلكس، كلنا عارفين الجاج ريفلكس، تحط حاجه في العيان كده وليكن خافض لسان يلمس البوستيرور وان ثيرد اوف ذا تانج او يلمس الفارنكس يحصل له جاجنج، هو ده الجاج ريفلكس. لوس اوف كاروتيد ساينس ريفلكس، مش هيحصل فيه الفاريشن النورمال اللي بتحصل مع البلاد بريشر والهارت ريت اند سو اون. مهم جدا طبعا لوس اوف تيست فروم ذا بوستيرور وان ثيرد اوف ذا تانج، لوس اوف تيست فروم ذا بوستيرور وان ثيرد اوف ذا تانج. يبقى جنرال سنسيشن فروم ذا بوستيرور وان ثيرد اوف ذا تانج، وتيست سنسيشن فروم ذا بوستيرور وان ثيرد اوف ذا تانج، والعين اخر حاجه ممكن يجي له جلوسوفارينجيال نيورالجي، يعني بين along the distribution of the glossopharyngeal nerve. وناخد بالنا ان دي كومن بعد التونسلايتس، العين يعمل لوز ويقول لك زور وجعه، ويقعد زور وجعه يوم واثنين وثلاثه واسبوع. هي دي الجلوسوفارينجيال نيورالجيا، نتيجه بس الدكتور لمس الجلوسوفارينجيال نيرف اثناء عمليه اللوز لانه موجود في البيت
بتنصل البيض زي ما قلناها مع محاضرات الهيدنتينيك. النيرف اللي بعد كده فيجاس نيرف. الفيجاس نيرف شبيه تماما بالجلوسوفارينجيال مع اختلافات بسيطة جدا. أول كومبوننت في الفيجاس نيرف وهي سبيشال فيسرال افرد فايبر. And these are the fibers which arise from the nucleus ambiguous. يبقى شفنا النيوكليس امبيجوس عاطية الجلوسوفارينجيال وعاطية الفيجاس وبعد كده هتدي الكارينيال بارت أو ذا اكسسوري. وهي النيوكليس امبيجوس دي اللي راحت للتلاتة كرينيال نيرفز دي. التايب اوف فايبر فيها سبيشال فيسرال افرنت. And these are the fibers responsible for supplying the muscles derived from the fourth and the sixth pharyngeal arches. يبقى عندي special visceral efferent component. أول حاجة في الفيجاس نيرف الفايبر arising from the nucleus ambiguous will supply force with sixth pharyngeal arches اللي هي muscles of the palate والmuscles of the pharynx والmuscles of the larynx. عندي البلد فيما عدا واحدة تنسور بلطاي وعندي الفارينكس وعندي المسلز اوف ذا لارينكس كلهم كل المسلز اوف ذا لارينكس ار سبلايد باي ذا نيوكليس امبيجوس. وهو ده عبارة عن الافرنت لمب الافرنت لمب اوف ذا جاج ريفلكس الافرنت لمب باي ذا جلوسوفارينجيال والافرنت لمب عندي باي ذا نيوكليس امبيجوس عن طريق الفيجاس نيرف. Any component for the vagus nerve are the general visceral efferent fiber. General visceral efferent يعني motor to the viscera. ودي قلناها المرة اللي فاتت عن طريق dorsal motor nucleus of the vagus أو dorsal vagal nucleus نفس الاسم. وناخد بالنا النيوكليس ديت supply الفيسرا بتاعت النك the viscera of the thoracic and the abdominal cavities. يعني واخده من اول الاسوفاجس والتراكية والبرونكيال تري وانزل تحت على الاستومك والسمول انتستين ولارج انتستين لحد تلتين الترانسفيرس كولون واخد البنكرياس واخد الجول بلادر واخد الليفر واخد الكيدني كل دي عباره عن اورجانز سبلايد باي ذا دورسال فيجال نيوكليس اند ذا سيكريشن اوف ذيس اورجانز is also through the vagus. وبالتالي الجملة اللي أنا قلتها المرة اللي فاتت إن this nucleus is responsible for motor or parasympathetic component of the thoracic and the abdominal viscera as well as secretory motor function of this viscera. فدي تاني component عندي general visceral efferent fiber والاثنين دول motor. الفانكشنز اللي بعد كده للفيجاس sensory وشديد الشبه بالجلوسوفارينجيال. واول كومبوننت عندي جنرال فيسرال افرنت فانكشن وده ريسيفنج سنسيشن من الفيسرا اللي انا قلتها كلها الفارينكس واللارينكس والاستراك والاسوفاجس والثوراسيك والابدومينال فيسرا كلهم يبقى كل السنسيشن في الفيسرا اللي انا عديتها كلها والبيكاريت باي ذا جنرال فيسرال افرنت فايبر. وبص كده السيل بودز بتاعتها موجوده فين in the inferior ganglion of the vagus. هناك الفيسرا مع الجلوسوفارينجيال كان inferior ganglion of the glossopharyngeal. فالinferior ganglion of glossopharyngeal والinferior ganglion of the vagus نفس الفانكشن. They carry visceral sensation. أما superior ganglion برضو في الجلوسوفارينجيال والفيجاس responsible for somatic sensation. يبقى تالت كومبوننت عندي general visceral afferent function زيها زي الجلوسوفارينجيال. Will this function will terminate into solitary nucleus with solitary كمل بها على cerebral cortex. رابع component عندي special visceral afferent وspecial visceral afferent معناها taste sensation. هو الفيجاس بيدي taste فين؟ في الجزء اللي هو الإبيغلوتس والmost posterior part of the tongue. الموست بوستيريو بارت اوف ذا تانج والايبيغلوتس الحته دي درايفد فروم ذا فورث فارينجيال ارش وبالتالي سبلايد باي ذا انترنال لارينجيال برانش اوف ذا فيجاس. يبقى الفايبرز اللي رايحه لهم بنسميهم سوبي سبيشال فيسرال افرنت فايبر. نفس النظام بتاع الجلوسوفارينجيال برضو ارايزنج فروم ذا انفيرور جانجليون اوف ذا فيجاس
and will terminate into solitary nucleus عشان السوليتري توديها للتيست اريا موجوده على السيريبرال كورتكس. خامس كومبوننت فور ذا جلوسوفري فور ذا فيجاس نيرف ار ذا جنرال سوماتيك افرنت فانكشن، وبرضه نفس نظام الجلوسوفرينجال فروم ذا سوبيريور جانجليون اوف ذا فيجاس، سوبيريور جانجليون اوف ذا فيجاس بيجيب البريفرال بروسيس بتاعتها كاري سنسيشن من الانفرا تنتوريال ديورا الديورا ماتر اوف ذا بوستيريو كرينيال فوسا، وطالع بقى من الاير ده هو الاوريكولار برانش ده اللي طالع من الاكسترنال اير واكسترنال اوديتوري ميتاس والتمبانيك ممبرين، كل المنطقه دي كلها اوريكولار برانش اوف ذا فيجاس. وقلنا برضو بتدي معاها الكوميونيكيتنج برانشز على الفيشيال وعلى الجلوسوفارينجيال نيرف. These general somatic afferent fibers will terminate into the spinal nucleus of the trigem. هتنتهي على spinal nucleus of the trigeminal والspinal nucleus هتوصلها فوق مع الباس way of sensory fibers to the cerebral cortex. يبقى عند الجلوسوفارينجال والفيجاس الاثنين كل واحد فيه أربعة نيوكلياي وخمسة كومبوننتس، والفيشال برضو كان زيهم أربعة نيوكلياي وخمسة كومبوننتس. العيان بتاع الفيجاس نيرف انجل بيحصل له ايه؟ خد بالك بقى باراليسيس اوف ذا ماسل سوفت بالت وفارينكس ولارينكس، سوفت بالت وفارينكس ولارينكس. وانا بقول الكلام ده مش بتاع الفيجاس بس، ده فيجاس اند كرينيال اكسسوري. كارينال اكسسوري ليه ضفته معايا هنا؟ لان الكارينال اكسسوري arising from the nucleus ambiguous، فالكلام ده ينطبق على جلوسو على الفيجاس وعلى الكارينال اكسسوري. وبالتالي بقى العين يبقى عنده بما ان البسلز اوف ذا بالت افكتد يبقى يدينا هورسنس اوف فويس، الفوكال كورد واحد هيتحرك والتاني كده قريب على الميد لاين اند سو اون يدينا ديسني اون ايفورت. عندنا ديث ارسي عشان ديس كوردينيشن او انكوردينيشن للمعشان المصلز اوف ذا بالت ويل بي افكتد، يبقى عندي ديس ارثري. عندي ديسفيجيا عشان اجزاء الفارنكس ولارنكس اند سو اون. تيجي تسال العيان تقول له اه، وتبص على اليوفيلا بتاعته هلاقيها تويل ديفيت توارد ذا نورمال سايد. نورمال سايد يبقى انا خدت الفيس كان بيعمل ديفيشن تو ذا نورمال سايد، والفيجاس نيرف اليوفيلا will also deviate toward the normal side. يبقى كده اتنين نيرفز كده بيروحوا للنورمال سايد، رقم سبعة ورقم عشرة. سبعة وعشرة مجموعهم 17، وهنلاقي في اتنين نيرفز تانيين بيودوا على الاوبوزيت سايد او على البارالايز سايد، هيبقوا رقم خمسة ورقم ايه 12 زي ما هنيجي بعد شوية. يبقى ناخد بالنا من paralysis of the muscles of the palate ولارينكس وفارينكس، واليوفيا will deviate toward the normal side. طبعا loss of gag reflex عشان this is the afferent limb of the gag reflex هيحصل فيه anesthesia of the pharynx and the larynx، والكلام ده طبعا ممكن يحصل في حالات الأورتيك انيوريزم وتيومرز of the neck يحصل فيه compression of the vagus nerve. النيرف اللي عندي بعد كده وهو accessory nerve، والaccessory ده ليه two components cranial part of the accessory وspinal part of the accessory. الcranial accessory زيه زي الفيجاس، الأوريجن بتاعهم from nucleus ambiguous، وبالتالي الطيب وفايبر دي بسميها special visceral efferent fibers، وspecial visceral efferent fibers دي will supply the muscles derived from the fourth and the sixth pharyngeal arch together with the vagus. فالcranial accessory لا ينفصل عن الفيجاس سواء في الطيب بتاعه او في المسلز supplied by it. ودي will be distributed through the recurrent and the laryngeal branches to the muscles of the larynx. الجديد عندي بقى اللي هو spinal part. في another type of fiber بنقول عليها general somatic efferent fibers. والgeneral somatic efferent fiber they arise from the anterior horn cells of the upper five or six segments of the spinal cord. وكلنا عارفين ان الspinal accessory will supply sternomastoid and
ترابيزيس. فالكرينيال اكسسوري بيروح مع الفيجاس، والسباينال اكسسوري ده نيرف لوحده خالص سبلاي ترابيزيس اند ستيرنوس. الكرينيال نيرف او كرينيال بارت كرينيال اكسسوري انجري يبقى زي اللارينكس، ماسلز اوف ذا لارينكس اللي احنا قلناها. اما باراليسيس اوف ذا ستيرنوماستويد وترابيزيس عن طريق السباينال بارت اوف ذا اكسسوري نيرف نشوف هيعمل ايه. الستيرنوماستويد ويل موف او دايركت ذا فيس توارد ذا اوبوزيت سايد، هتخلي النك تبص للاوبوزيت سايد، وبالتالي لو حصل انجري اوف ذا رايت ستيرنوماستويد ذا بيشنت كانت موف الفيس او النك اواي فروم ذا سايد اوف ذا ليجن، ما يقدرش يبعد، هو رقبته لزقت على هذا الوضع، التن موجوده على هذا الوضع والبين يزيد اند سون. فناخد بالنا من ذا بيشنت كانت موف ذا هيد اند نك اواي فروم ذا سايد اوف ذا ليجن. طبعا الترابيزيا السهله بتاعه دروبنج اوف ذا شولدر، نقول للعين يعمل شراجنج اوف ذا شولدر ات ويل بي افكتد، ناحيه تتحرك والتانية لا. آخر نيرف عندي هايبوغلوسال نيرف. الهايبوغلوسال نيرف فيه one type of fiber which are called the general somatic efferent fibers وليه only one nucleus which is the hypoglossal nucleus. طالع هايبوغلوسال نيوكليس الفايبر ماشية مع الهايبوغلوسال نيرف and they will supply all intrinsic and extrinsic muscles of the tongue except palatoglossus. هي البالاتوغلوسس ديت زيها زي المسلز اوف ذا بالات، وبالتالي انا عندي سبلاي هايبوغلوسال نيرف وهايبوغلوسال نيوكليس اول انترنسيك اند اكسترنسيك مسلز اوف ذا تانج. التانج والبالات الاثنين زي بعض، يعني ده مسل اوف ذا رايت ويل موف ذا تانج توارد ذا ليفت، والمسلز اوف ذا ليفت سايد ويل موف ذا تانج توارد ذا رايت سايد. وبالتالي لو العين عنده هايبوغلوسال نيرف انجري and if you ask the patient to protrude the tongue will deviate toward the paralyzed side. Again the tongue will deviate toward the paralyzed side. يبقى الليجن التانج بيروح للبارالايز سايد، ولسه قايلين ان البلد المندبل برضه بيروح toward the paralyzed side. والسبب ان يروح البارالايز سايد ان المسل اوف وان سايد ويل موف توردس دي اوبوزيت سايد، وده الاكشن بتاع الجينيوغلوسس مسل. راحه كده فيو مينتس، ولو في اي سؤال ممكن نسمعه من الشباب. اتمنى ان انا ما اكونش سريع. ادهم لو لك اي كومنت. لا تمام يا دكتور، والله يعني المحاضره جميله جدا، تمام المعلومات مترتبه طريقة سيستماتيك يعني. طيب بسمة عشان بسمة سينيور عليك يعني، ولنا بسمة طبعا ترى بسمة. لا يا دكتور تمام طبعا، مش سينيور ولا حاجة، انا يعني زيهم والله، ربنا يكرم حضرتك الاستاذ يا دكتور والله ان شاء الله. لو في اي كومنت بدرية او رشا او بسمة او الشباب كمان. لا تمام يا دكتور. شباب النيوروسايكاتري والنيورولوجي لو في اي سؤال، ولو في ممكن نفتح في الاخر يعني لنقعد شويه نكمل اسئله يعني as you like يعني. انا عندي الاء وعندي احمد وعندي محمد كشك وعندي شهد وعندي يوسف، في بعض الاسامي كده حفظتها. طيب نبدا بالجزء الثاني من المحاضره وهو lesion of the brain stem. احنا خدنا البرين ستيم، وكان البرين ستيم فيه 8 ليفلز عندنا. اولا كان فيه عندي الميدالا كان فيها 3 ليفلز، البونز كان فيه 3 ليفلز، الميد برين كان فيه 2 ليفلز. الميدالا مريحانه شويه فيها 2 سندرومز فقط. نبص على المنظر ده كده على الميدالا، وباقي اللون الاسود ده كده مغطي الميديال بارت، ولو بصيت على الصورة الثانية الميديال بارت ده supplied by one artery واللاترال بارت supplied by another artery.
وبالتالي فيه two syndromes affecting the medulla. الأولاني فيهم ده أو اللي موجود على الصورة دي كده, this is called the medial medullary syndrome. Medial medullary syndrome من على الرسمة كده, احنا حافظين الرسمة, الجزء ده كان pyramid, يعني these are corticospinal fiber. الجزء المتلون جنب الميدلاين ده ده medial lemniscus, وميديال لمنسكس يبقى أنا بتكلم على fine touch و discriminative touch from the opposite side of the lesion, لأن ده upper level of the upper level of the medulla, والcrossing بتاع الميديال لمنسكس كان بيحصل عند الميدل level, فأنا already كده حصل crossing. أنا هنا في upper level of the medulla الفايبر دي تنزل تحت وتعمل crossing, فناخد بالنا في كورتيكوسباينال افكشن, ونمرة 2 ميديا لمنسكس افكشن, ونمرة 3 النيرف اللي طالع جاست لاترال تو ذا بيراميد ويتش ذا هايبوغلوسال نيرف. فعندي كده الثلاثه ستراكشرز ويل بي افكت, نمرة 1 بيراميد, نمرة 2 ميديا لمنسكس, نمرة 3 هايبوغلوسال نيرف. البيراميد هيعمل لي contralateral spastic hemiplegia. contralateral spastic عندنا بقى عندي hemiplegia, يبقى عندي hemiplegia وcontralateral على opposite side, لان الفايبر بعد شويه هتنزل وتعمل crossing, فالناحيه دي يبقى ودي افكت الناحيه دي, يبقى الليفت هياثر على الرايت والرايت هياثر على الليفت, لان في crossing below this lesion. يبقى كورتيكوسباينال افكشن هنا هيعمل لي هيميبليجيا اون ذا اوبوزيت سايد. الميديا لمنسكس برضو جايبه لي سنسيشن فروم ذا اوبوزيت سايد, يبقى على الكونترالاترال لوس اوف فاين تاتش تاكتايل وفايبريشن سنس وفاين تاتش فروم ذا اوبوزيت سايد. بقى عندي حاجتين كده على الاوبوزيت سايد, بيراميدال تراكت افكشن يعني كورتيكوسباينال فايبر عندي هيميباريسز على الاوبوزيت سايد, وعندي لوس اوف فاين تاتش على الاوبوزيت سايد اوف ذا ليجن. الهايبوغلوسال طالع من هنا وراعة الطنج, يبقى ده هايبوغلوسال بتاع الناحية دي, هيعمل اللور موتور نيورون ليشن وده هايبوغلوسال نيرف. وبالتالي بص المكتوب كاتب لك ايه كده, فلاسيد باراليسيز اوف ذا تانج, فلاسيد باراليسيز اوف ذا تانج due to affection of the hypoglossal nerve. وده التانج خد بالك, ده التانج will points toward the paralyzed side اللي انا قلتها. فالمريض بتاع الميديا الميدالري سندروم عنده هيمي باريسز او هيمي بليجيا على الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي, ولوس اوف فاين تاتش على الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي, وعلى الابسي لاترال سايد موجود عندي هايبوغلوسال نيرف باراليسز ليدنج تو بروتروجن اوف ذا تانج توورد ذا بارالايز سايد. سلايد ثانيه جايباهم برضو, ادي الميديا الميدالري سندروم والبيراميد والميديا لمنسكس والهايبوغلوسال will be affected. ipsilaterally يبقى فيه هايبوغلوسال نير, contralateral فيه هيميبليجيا وloss of fine touch. بعيد تاني السلايد منقولة زي ما هي كده من عندي. تاني جزء عندي في الميدالة وهو lateral medullary syndrome. lateral medullary syndrome أنا كده affect lateral part of the medulla. What are the nuclei and the fibers present in the lateral part of the medulla. برضو مراجع الهيستولوجي ومراجع السكاشن اللي قلناها المرة اللي فاتت, هلاقي ان الميدالة موجود فيها ده كده inferior cerebellar peduncle. inferior cerebellar peduncle يبقى في عندي cerebellar manifestation, في عندي dorsal vagal nucleus يعني في vagus nerve affection, في عندي solitary nucleus. solitary nucleus يبقى فيه affection of taste. عندي اللي جوه ديت النيوكليس ambiguous, والنيوكليس ambiguous بتدي glossopharyngeal وvagus وcranial accessory, وبتروح للmuscles of the palate ومuscles of the pharynx ومuscles of the larynx. فالنيوكليس ambiguous هتأثر على muscles of the palate ولارynx وpharynx. في عندي اللي موجود ده spinal nucleus and the tract of the trigeminal, يبقى will be affection of the face. ونضيف على كده بص لو بصيت تلاقي في spinal
لمنسكس او سباينوثالاميك تراكت وهي طالعه يبقى will be affection of pain and temperature from the body. وفي نازل في المنطقه دي descending hypothalamic sympathetic fiber. فاللي انا عاوز اوصله لك انك تقول لي what are the nuclei present in this area and what are the nerve fibers either ascending or descending through this area, وتجمع الاثنين مع بعض وتضيف عليهم كده inferior cerebellar peduncle, يطلع لك the manifestations of lateral medullary syndrome. لو خدتهم بالترتيب عندي هنا اللي فوق دول كده vestibular nuclei, وبعدين نبص على dorsal nucleus of the vagus, وعندي nucleus ambiguous وspinal nucleus and tract of the trigeminal, يبقى كل ديت مجموعة nuclei. والتراكت اللي طالعه spinal spinothalamic tract, واللي موجوده دي spinal tract of the trigeminal, وفي descending hypothalamic fiber, واضيف طبعا solitary nucleus. يبقى فهمت كده what are the structures affected. vestibular nuclei هتديني nystagmus ونوزيا vomiting over time, ما دام vestibular affection يبقى عندنا نوزيا vomiting, واللي اهم حاجه الايه nystagmus والفيرتايجو سواء vestibular nuclei أو vestibular nerve and so on. inferior cerebellar peduncle, يبقى the cerebellum will be affected. يبقى يديك بقى cerebellar manifestations على same side. cerebellar manifestation يبقى ناخدها مع cerebellum بالأتاكسيا بالديسمتريا ديستايدوكوكينيزيا, بلاقي tremors, كل ده affection of the cerebellum, يبقى بلاقي فيه cerebellar manifestation. النيوكليس أمبيغوس اللي موجودة ديت بتدي كرينيا نيرف 9 و10 و11, وبالتالي المسلز of the larynx و pharynx و palate will be affected. فمش هلاقي جاج ريفليكس اللي أنا قلته, سواء علشان الإفرنت الليمب بتاعنا. المسلز of the palate تديني dysarthria, المسلز of the larynx will be hoarseness of voice. يبقى جاج ريفليكس absent, dysarthria موجودة عشان المسلز of the palate, hoarseness of voice عشان muscles of the larynx. يبقى كل دي manifestation دي due to affection of the nucleus ambiguous. فأنا قلت vestibular nuclei والnucleus ambiguous وزودت عليهم inferior cerebellum. نكمل glossopharyngeal nerve affection وvagal nerve affection, الكلام بقى اللي احنا قلناه الافرنت limb بتاع الجاج ريفليكس والفيغاس نيرف افكتد عشان نيوكليس امبيجوس, الكلام اللي انا قلته muscles of the palate muscles of the pharynx والارينكس and so on. نيجي للتراكس اللي طلع, بص كده spinal nucleus and the tract of the trigeminal. spinal nucleus and the tract of the trigeminal دي جابل السنسيشن from the same side of the face. الفايبرز جاي من الناحية دي من الترايجيمينال وتخش على spinal nucleus of the trigeminal, وبعد كده will cross at a higher level, وبالتالي affection of the spinal nucleus of the trigeminal at this area will produce loss of pain and temperature sensation من the same side of the face. طب في عندي الموجود في الاريا دي spinal او spinothalamic tract. السبينوثلاميك تراكت دي جايبالي بين and temperature from the opposite side of the body. ليه from the opposite side of the body؟ لأن خد بالك إن الفنترال واللاترال سبينوثلاميك تراكت بيعدوا تقريبا عند the same level اللي بيدخلوا عنده السبينال كورد. فالسبينوثلاميك تراكت أو spinal meniscus in this area جايبالي sensation from the opposite side of the body. في حين ان spinal nucleus and the tract of the trigeminal in this area will receive pain and temperature from the same side of the face. فالعيان يبقى عنده loss of pain and temperature from the same side of the face, loss of pain and temperature from the opposite side of the body, والمنطقة دي قلت نازل فيها descending sympathetic fiber جاية من الهايبوثالاموس ورايحة لل مع السيمباثيتك باسوي, ده أبر موتور كنترول بتاع السيمباثيتك أوت فلو تراكت اللي موجود في السباينال كورد, وبالتالي العين هيبقى عنده سيمباثيتك مانيفستيشن أو هورنر سندروم. هورنر سندروم ده موجود على إبسي لاترال على السيم سايت هنا, والهورنر سندروم موجود في توزس
وميوزس وانهايدروزس اند انوفالز. فلو جمعت النيوكلياي والتراكتس موجودين in this area you will reach to the manifestations of the so-called lateral medullary syndrome. تلخصهم تاني: الدورسال نيوكليس of the vagus, vestibular nuclei اللي موجود هنا كانت نيوكليس اس, spinal nucleus and the tract of the trigeminal اللي طالع هنا spinal thalamic tract with descending symphatic fiber with spinal nucleus and the tract of the trigeminal gave a sensation from the same face, في حين أن the spinal thalamic tract gave a sensation from the opposite side of the brain. في جدول تاني بيجمعهم هوت الفيستيبولار نيوكليا هتدينا النستاجماس والفيرتايجو والكلام ده, الفيس يبقى على السيم سايد, البين والتمبريتشر بتاعت البودي موجودة على الأوبوزيت سايد, النيوكليس أمبيجوس ومعها 9 و10 وكرينيال أكسسوري ويل أفكت ذا ماسلز أوف ذا باليت وفارينكس ولارينكس, آخر حاجة الأوتونوميك ديسفانكشن بتاعتنا الهورنر سندروم. نيجي على البونتاين ليجن, وأول واحد هيقابلني اللي هو ميديال انفيريور بونتاين سندروم. نبص على الرسم ده كده بونز, ودي كده فيشيال كوليكولاس, دي سد ابديوس النيوكليس وسراوندد باي فيشيال نيرف فايبرز, وكنا قلنا المنطقه دي من البونز موجود فيها كورتيكو سباينال تراكت ديسندنج ان ذيس اريا, واللي موجود فيها ده كده ميديال لمنسكس بقى بعد ما عملت كروسنج الميد لاين كانت واقفه بالمنظر ده في السكشن اللي فات, هنا بقت نايمه بحيث ان الابر بارت اوف ذا بودي هنا واللور بارت اوف ذا بودي ان ذيس اريا. وناخد بالنا ما ننساش ان فيه ترانسفيرس بونتاين فايبرز معديه من الرايت للليفت والليفت للرايت, والفايبر دي في النهايه لازم تعدي خلال الميدل سيريبيلر بتاعك. النيرف اللي معدي ده كده ديس ذا ابديوسنت نيوكليس اند ديس ذا ابديوسنت نيرف, اللي معدي في الميديال بارت ميديال بارت واللور ليفل اوف ذا بونز ديس ذا ابديوسنت نيرف. اجمع لي برضو الاستراكشرز اللي موجودين ان ذيس اريا, هلاقي في كورتيكو سباينال تراكت افكشن والفايبر هتنزل بعد كده في الميدلا ويحصل لها كروسنج, وبالتالي في هيميبليجيا اون ذا اوبوزيت سايد اوف ذا بودي. دي عباره عن ميديال لمنسكس افكشن وبالتالي لوس اوف فاين تاتش وفايبريشن سنس برضه فروم ذا اوبوزيت سايد اوف ذا بودي, لان الفايبر عملت كروسنج وهي موجوده عند الميدل ليفل اوف ذا بونز, او هتعمل الكروسنج عند الميدل ليفل اوف ذا بونز لسه. هلاقي النيرف ده افكتد اللي هو الابديوسنت نيرف, يبقى عندي لاترال ريكتس افكشن والنيرف طالع وهيروح لللاترال ريكتس بتاعه الناحيه دي, يبقى ده عندي على الابسي لاترال سايد, يبقى اللي على الابسي لاترال سايد اللي هو لاترال ريكتس, واللي على الاوبوزيت سايد اللي هو موجود كورتيكو سباينال افكشن والميديال لمنسكس افكشن اللي هو عندي بتاعه الميديال لمنسكال باث واي عشان عمل كروسنج بدري شويه. يبقى في عندي الثلاث استراكشرز افكتد, كورتيكو سباينال بقى بتاعه هيميبليجيا, ميديال لمنسكس بقى عندي سنسوري افكشن, ضفنا عليهم ابديوس انت نيرف اللي معدي في المنطقه ديت, يبقى لاترال ريكتس على السيف سايد. لو اتحركنا شويه هلاقي this is the lateral part of the bones. الصوره دي بتبين لي الميديال بارت اوف ذا بونز برضه, واللاترال هيبقى موجود في الاريا ان ذيس اريا. نشوف في اللاترال بارت ايه اللي موجود فيه. السكشن ده بيراجع لي تاني this is the medial part of the bones والاستراكشرز اللي فيه, this is the lateral part of the bones, نشوف ايه اللي موجود فيه. اللاترال بارت اوف ذا بونز نمره واحد, بص على النيرف اللي طالع ده, this is the facial nerve, يعني ممكن النيوكليس تبقى affected معنا, ولو النيوكليس مش affected the facial nerve itself will be affected. يبقى عندي facial nerve affection بالmanifestations بتاعته, يعني كل ما قيل عن الفيشيال نيرف
نيرف هتعيده هنا. فيشال نيرف نيوكليس والانترا اكسل بارت يعني ابسي لاترال فيشال نيرف باراليسس كل المسلز اوف ذا فيس ابر ولور. وخد بالك كمان لوس اوف تيست فروم ذا انتيرور تو ثيردز اوف ذا تانج ولوس اوف لاكريميشن لاكريما جلان وريديوس ذا سالايفيشن لان مش هتقدر تحدد السالايفيشن جاي من الرايت ولا جاي من الليفت ولا تصوص صعبه شويه ولوس اوف كورنيا ريفلكس. يبقى كده المانيفستيشن يعني في عندنا لوور موتور فيشيال نيرف ليجن اهو موجود على السيم سايت. ايه اللي افكت الثاني السكشن ده مبين لي ان في مجموعه هنا دي سده كوكليار نيوكلياي موجودين ان ذيس اريا ومعاهم جزء من الفيستيبولار نيوكلياي. وخد بالك اللي طالع ده كده دي سده فيستيبولو كوكليار نيرف. الكوكليار نيوكلياي هتديني يونيلاترال سنترال ديفنس يعني افكشن اوف هيرنج والفيستيبولار نيوكلياي هيدونا نستاجماس ونوزيا وفوميتنج اوفر تايم. يبقى في عندي فيستيبولو كوكليار نيرف افكشن بالتو كومبوننتس بتاعته فيستيبولار كومبوننت اند كوكليار كومبوننت. المنطقه دي مازال فيها سباينال نيوكليس اند تراكت اوف ذا تريجيمينال اللي كانت موجوده في المدله كانت موجوده في المدله جنب الانفيرو سيريبيلر بدانكن هنا برضو ما زالت موجوده في المدله على اللاترال سايد. فالسباينال نيوكليس اند تراكت اوف ذا تريجيمينال هيبقى فيه ايبسي لاترال لوس اوف بين اند تمبريتشر فروم ذا سيم سايد اوف ذا فيس. بما ان طلعت فوق كده عند الانفيرو سيريبيلر بدانكل بدا ينتهي والسوبيرو بدا يظهر سوري الميدل بدا يظهر يبقى في عندي افكشن اوف ذا سيريبيلم عن طريق الفايبرز بتاعه الميدل سيريبيلر بدانكل وبالتالي هلاقي فيه سيريبيلر مانيفستيشن وبرده جزء من الفايبرز اللي معديه خلال الانفيرو سيريبيلر بدانكل ورايحه السيريبيلم. فالتو سيريبيلر بدانكلز ويل بي افكتد ات ذس ليفل leading to cerebellar manifestations والcerebellar manifestation بتحصل على السيم سايد اوف ذا ليجن. اللي كان موجود في المدله ومعايا موجود برضو at this level اللي هو spinothalamic tract leading to contralateral loss of pain and the temperature sensation from the opposite side of the body وفي descending sympathetic fiber يعني بتاعت هورنر سندروم اللي انا قلتها. فال descending sympathetic fiber والسباينوثالاميك تراكت والسباينال نيوكليس اند تراكت اوف ذا تريجيمينال كانوا الثلاثه مانيفيستيشنز دول موجودين في اللاترال ميدالري سندروم. امال ايه الزياده هنا؟ الزياده هنا خد بالك عباره عن فيشيال نيرف افكشن وفيستيبولو كوكليار نيرف افكشن. هو ده الكاركترستيك اللي فعلا هيقول لك ات ذيس ليفل اللي انا في الليفل بتاع اللاترال انفيرو بونتاين سندروم. يبقى اضيف دولت والمانيفستيشنز القديمه عندي فيشيال وفيستيبولو كوكليار واضيف شويه حاجات بتاعه اللاترال ميدالله يبقى ده عباره عن ميديال وانفيريور بونتاين سندروم بعكس الميديال كان فيه كورتيكوسباينال ونمره 6 ومعاه ميديال منسكس. في عندي سندروم تاني فيشيال كوليكولاس سندروم وفيشيال كوليكولاس سندروم ده يعني عبارة عن ليجن موجود في البونز ديو تو فاسكولار ليجن أو تيومر جلايوما طلع وأفكت الأبديوسنت ومعاه الفيشيال نيرف فايبرز وهي لفة معاه أو ممكن الليجن يزيد شوية وياخد أبديوسنت وياخد معاه الفيشيال. يعني these are the two nerves that will be affected. يا ياخد ال internal genu of the facial nerve يا lesion extensive ويأثر على الفيشيال nucleus itself. بس في الحالتين لابد ان الابديوسنت nucleus will be affected. وبالتالي العين عنده ابديوسنت ومعاه فيشيال. يعني facial manifestation, manifestations of facial nerve injury ولها فيها loss of cornea reflex ومعاه abducent nerve injury يعني lateral rectus will be affected وبالتالي بقى في عنده medial squint وعنده horizontal develop. فما يبقوا الاثنين مع بعض ده 6 و7 يبقى عندي ده facial colliculus syndrome او يسموه فوفيلي syndrome
مش مهم الأسامي، المهم إن هو فيه facial and abducent واللاترال ريكتس طبعا هتبقى affected والparalyzed والعين فيها medial squint and so on. طيب نيجي على mid pontine syndrome. فعلا ده اللي سيب ده mid pontine level، وكان characteristically فيه characteristically كان فيه البونتاين نيوكليا، سوري الترايجيمنا نيوكليا، الترايجيمنا نيوكليا اللي ما كانوا عبارة عن موتور نيوكليس اوف ذا ترايجيمنا والسنسوري نيوكليس اوف ذا ترايجيمنا. عندي برضو هنا اثنين سندروم اريكولايز، يا ميديال ميد بونتاين يا لاترال ميد بونتاين، اشهرهم اللي هو اللاترال. نشوف الاول الميديال ميد بونتاين فيه. الميديال ميد بونتاين احنا طول ما احنا ماشيين خد بالك في البونز وتقريبا في البورين ستيم كله لازم تلاقي فيه سيريبيلر افكشن، يعني فيه سيريبيلر مانيفستيشن. فعندي اتاكسيا اوف ذا ليمب اند جيت سيريبيلر مانيفستيشن. على الاوبوزيت سايد اوف ذا ليجن الفايبرز اللي مقطوعه دي كده كورتيكوسباينال، وكورتيكوسباينال يبقى يعني كده ان فيه هيمبليجيا اون ذا اوبوزيت سايد. ما طول ما انا ماشي كده طالما انا جنب الميد لاين، طالما جنب الميد لاين سواء في المدلة أو في البونز أو في الميد برين لازم هلاقي فيه بيراميدال تراكت أفكشن. فبما إن أنا هنا قاطع في المنطقة دي فاللي موجود عندي عندي هيميبليجا on the opposite side of the body. لو الليجن امتد شوية بوستيرولي بوستيرولي وخد معاه الميديال لمنسكس هيبقى فيه سنسوري أفكشن. يبقى لو امتد شوية ورا هيبقى فيه sensory affection بالحاجات بتاعة التاتش والفايبريشن والفاين تاتش and so on. يبقى ده كده medial mid pontine. medial mid pontine خد بالك عندك hemiplegia وعندك cerebellar manifestation وما فيه specific cranial nerve lesion. there is no specific cranial nerve. لو specific يبقى أنا داخل بقى على السندروم اللي بعد كده اللي هو lateral mid pontine syndrome. أجين الصورة دي بتبين لي ميديال ميد بونتاين سندروم كورتيكوسباينال أفكشن ومعاه سيريبيلر مانيفستيشن. ده كده لاترال ميد بونتاين سندروم واللي أفكتد ده كده ترايجيمينا نيرف، والترايجيمينا نيرف اللي الجزء اللي أفكتد السنسوري أند موتور نيوكلياي أوف ذا ترايجيمينا. أنا دخلت بقى كده في الموتور نيوكليس أوف ذا ترايجيمينا يعني المسلز وماستيكيشن تيمبوراليس وماسيتر وميديال ولاترال كريجويد. يعني المانديبول هيروح فين؟ المانديبول will be deviated toward the ايه؟ toward the paralyzed side. the mandible will be deviated towards the paralyzed side لان انا قلت الايه الرايت يودي ليفت والليفت يبقى يودي الرايت. طيب يبقى دي اهم حاجه paralysis of the muscles and mastication. نمرة اثنين الفيس نفسه بيبقى ان فيه المين سنسوري نيوكليس اوف ذا تريجيمينال وجنبها من فوق ميزنكيفاليك نيوكليس وجنبها من تحت سباينال نيوكليس اوف ذا تريجيمينال. ما هو دولت موجودين على عمود واحد قائم كده بالمنظر ده كولم واحد. المين سنسوري نيوكليس في النص، الميزنكيفاليك مكمله لفوق والسباينال نيوكليس مكمله لتحت، وبالتالي مش بس التاتش ويل بي افكتد، not only the touch but also some proprioceptive sensory affection will be affected and some pain and temperature sensory fibers will be affected. يبقى touch ومعه برضو pain and temperature from the face. بما اني بتكلم عن الترايجيمينا اللي يبقى فيه loss of corneal reflex بدلاً في middle cerebellar peduncle affection يبقى عندي cerebellar manifestations بالاتاكسيا and so on. يبقى ده بنسميه lateral mid pontine syndrome. نطلع فوق شوية نخش على superior pontine. برضو superior pontine فيه medial ولاترال. طول ما أنا ماشي في البونز فيه medial ولاترال. وبقت سهلة بقى. يعني أنا ببص كده على الميديال superior pontine برضو أدي corticospinal. يعني فيه hemiplegia on the opposite side of the body. في transverse pontine fibers يعني في cerebellar manifestation، في عندي medial meniscus نايمة
والميديا لمنسكس اللي نايمه دي this is the area responsible for fine touch or sensation from the upper part of the body. يبقى كل دي كده عباره عن manifestation بتاعه الميديا البوتاين سندروم. انا شايف حته زياده كده وهنقولها بعد شويه. الجزء ده بسميه central tegmental tract, central tegmental tract. وبص كده السنترال تيجمنتال تراكت تعمل لي ايه؟ مايوكولونيك سندروم. مايوكولونيك سندروم هو الجزء ده بتاع السنترال تيجمنتال تراكت دي جاي باي فايبرز منين؟ هنقولها بعد شوي. على الاوبوزيت سايد اوف ذا ليجن, اوبوزيت سايد اوف ذا ليجن برسس اوف ذا فيس وارم وليك اللي هو طبعا الكورتيكو سباينال ومعها كورتيكو بالبر. لان انا كده كورتيكو سباينال وفي شويه كورتيكو بالبر فايبرز اللي هم هيعملوا ريلي على الكرينيال نيرف نيوكلياي بيلو ذيس ليفل. انا عندي بقى كرينيال نيرف نمره 7 وعندي نمره 9 و10 و11, يبقى فيه كورتيكو بالبر يعني فيه ابر موتور نيورون ليجن اوف سام كرينيال نيرفز وفيه ميبليجيا ابر موتور نيورون ليجن عشان الكورتيكو سباينال فايبر. يبقى في كورتيكو سباينال وكورتيكو بالبر ودي بكررها ميديا لمنسكس ودي اللي بنسميها سنترال تيجمنتال تراكت. هنشوف دلوقتي السنترال تيجمنتال تراكت فايدتها ايه وبتعمل ايه. طيب نشوفها كده وبعدين نرجع تاني. السنترال تيجمنتال تراكت دي موجوده في البونز والميد برين وانا طالع, ودي عباره عن فايبرز طالعه فروم ذا نيوكليوس امبيجوس فروم ذا سوري سوليتاري نيوكليوس solitary nucleus will terminate in the ventral postromedial nucleus. انا عندي main sensory nucleus وعندي solitary nucleus وعندي مجموعه nuclei موجوده below this level. انا اخترت السوليتري. السوليتري دي بتاعه التيست, يعني الفايبرز ريسبونسبل فور تيست. اما انتهت على السوليتري نيوكليس في المظله, الفايبرز اللي طالعه من الفيش والجلوسوفارينجيال والفيجاس, الفايبرز بتاع التيس ناخد بالنا ان هي will reach the cerebral cortex او the thalamus اولا on the same side. بكررها تاني, الفايبرز بتاع التيس ما بتعملش crossing للميدلاين, بتطلع على same side. فهي طالعة in this area وبسمي الجزء اللي الفايبرز طالعة فيه ده واخد fibers from the solitary وطالع بيهم للثالاموس, this is called the central tegmental tract. ايش معنى تحت ما كانش فيه central tegmental tract؟ ما مش هتبان في المضلمه. عاوزه بعد كل الفايبرز كلها ما طلعت من المضله وبدات تتجمع, يبقى هتتجمع عند الميدل بونز والابر بونز وانا طالع فوق. تاني حاجه, تاني تايب اوف فايبر ماشيه خلال السنترال tegmental tract عباره عن descending fiber from the red nucleus to the inferior olivary nucleus. Fibers من الريد وراح على الانفيرو olivary. هي اللي نازله من الريد وراح على الانفيرو olivary. دي بعد كده راح فين؟ اللي مذاكر كويس هيقول لك داخله على السيريبيلم. يعني بقى في هنا كده السيريبيلر مانيفيستيشنز, عشان الفايبرز اللي جايه من الريد دي عندنا من الكورتكس للريد, والريد ودتها على الأوليفري نيوكليوس والأوليفري هتوديها على السيريبيلم. يعني فيه سيريبيلر مانيفيستيشنز, والسيريبيلر مانيفيستيشن ناخد بالنا برضو ان الريد والانفيرو أوليفري فيهم اكسترا بيراميدال, اكسترا بيراميدال عن طريق الروبرو سباينال تراكت وعن طريق الأوليفو سباينال تراكت. فعندي اكسترا بيراميدال مانيفيستيشن وعندي سيريبيلر مانيفيستيشنز. These manifestations will lead to spasm of the muscles of the palate وتعمل لنا clicking في الإير. فهو ده due to affection of the central tegmental tract والجزء اللي هو red nucleus وinferior olivary. وناخد بالنا ان لما الريد دي يحصل لها degeneration, الأوليفري nucleus هيحصل لها برضو degeneration, والريد والأوليفري الاثنين هيوصلوا على الفارينجيال والبلاتال muscles فيعمل لي rhythmic involuntary movement. Rhythmic involuntary movement في المسلز of the pharynx والمسلز of the palate عشان ال discoordination أو ال incoordination اللي حصل نتيجة affection of the red nucleus و inferior olivary nucleus together
as they are connected with the cerebellum. طيب ناخد بالنا ان الريد نيوكليس دي وهي معديه من الميد برين كان بيعدي عليها برضو الاوكيولوموتور، فناخد بالنا ان ممكن في السندروم ده ممكن يحصل فيه ايه اوكيولوموتور افكشن مع الافكشن اوف ذا سنترال تيجمنتال تراكت. السلايد اللي قبلها دي بيعيد تاني ميديال سوبيرو بونتاين سندروم، وادي الكورتيكو سباينال، ودي ميديال منسكس، ودي سنترال تيجمنتال تراكت. كورتيكو سباينال يبقى يدينا هيميبليجيا، الترانسفيرس بونتاين فايبر اديتنا السيريبيلر مانيفستيشنز، السنترال تيجمنتال تراكت بتدينا حاجه بنسميها مايوكولونيك سندروم، يعني افكشن او ديس كوردينيشن او ان كوردينيشن اوف ذا ماسلز اوف ذا فارينكس اند فوكال كوردس توجذر وذ ذا ريسبيراتوري ماسل، الريسبيراتوري ماسلز، وممكن معاه الفيس والاوكيولوموتور. وانا قلت لك ممكن الاوكيولوموتور افكتد نتيجه ان الفايبرز بتاعه الاوكيولوموتور نيرف معديه خلال الريد نيوكليس، والليجن ده بياخد ريد وفايبرز اللي نازله من الريد والاوليفري نيوكليس وبيوصلهم على السيريبل. الليجن ده فيه كورتيكو بالبر وكورتيكو سباينال، زي ما قلت لك upper motor neural lesion كورتيكو بالبر وكورتيكو سباينال. كورتيكو بالبر للمسلز to the cranial nerve nuclei that arise below this level، cranial nerve nuclei that arise below this level، بالإضافة إلى hemiplegia على the opposite side of the body. لو media meniscus affected يبقى هتاخد لنا الايه ال vibration and the position sense. يبقى ده كده ملخص للميديال سوبيرو بونتاين سندروم، وصلنا والجديد اللي كان عندنا سنترال تيجمنتال تراكت، ودي افكتنج الانفيريو ليفر نيوكليس وريد نيوكليس والفايبرز وهي رايحه الى السيريبيلم. السلايد دي بتوضح ديس ذا ميديال سوبيرو بونتاين سندروم، واللي موجود على جنب ده لاترال سوبيرو بونتاين سندروم. lateral superior pontine superior cerebellar peduncle will be affected and the middle cerebellar peduncle will be affected، فبلاقي فيه cerebellar manifestations. يبقى اول مره واحد عندي cerebellar manifestations due to affection of the superior and the middle cerebellar peduncles. ناخد بالنا ان السندروم ده may be due to superior cerebellar artery affection، superior cerebellar artery والسوبيرو سيريبيلر سبلاي ذا دنتيت نيوكليس. يبقى عندك سيريبيلر مانيفيستيشن لسببين، نمره واحد ديو تو افكشن اوف ذا دنتيت نيوكليس، ونمره اثنين ديو تو افكشن اوف ذا سوبيرور اند ميدل سيريبيلر بدنك. الحاجات دي هنلاقي في حاجات مكرره، سباينو ثلاميك تراكت وترايجيمينو ثلاميك تراكت، اللي هي سباينا نيوكليس اند تراكت اوف ذا ترايجيمينو leading to contralateral loss of pain and temperature. ركز معايا أدهم، from the trunk extremities and the face. يعني loss of pain and temperature from the contralateral face و loss of pain and temperature from the contralateral side of the body. إيه السبب؟ كنا بنتكلم قبل كده بنقول contralateral face و opposite side of the body، يعني كنا ملخبطين الدنيا. ايه السبب هنا؟ ان contralateral face و contralateral side of the body عشان decussation منهم. الله ينور، شوف الدكتوره الكلام الجميل. الفايبرز اللي طالعه من المين سنسوري نيوكليس والسباينال نيوكليس اوف ذا تريجيمينال بيلو ذيس ليفل، بيلو ذيس ليفل ايوه have already crossed. ايوه اما اطلع بقى عند الابر ليفل اوف ذا بونز هلاقي الفايبر بتوع السباينال نيوكليس اند تراكت اوف ذا تريجيمينال ومين سنسوري عملوا كروسنج تو ذا اوبزيت سايد، والفايبرز بتاعت السباينال سباينو ثلاميك تراكت اوريدي كروست عند الليفل اوف ذا سباينال كورد، وبالتالي كله بقى حصل له كروسنج فيحصل لوس اوف بين اند تمبريتشر على الاوبزيت سايد اوف ذا فيس والاوبزيت سايد اوف ذا بودي. والدكتور امال دايما منورانا ومعاه الكلام الحلو. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك.
طيب عندي ميديا اللي منسكس افكشن، ما هنا ميديا اللي منسكس في اللاترال ميدلر واللاترال سوبيرو بنتاين، وهنا برضو ميديا اللي منسكس هي اللي نايمة بالعرض، دي ميديا اللي منسكس. وهنا fine touch from the upper part of the body، وهنا fine touch from the lower part of the body. فناخد بالنا which part will be affected from the trunk and the lower part of the body، عشان الميديا اللي منسكس الفايبرز نايمة بالعرض، ده كده upper part of the body وده lower part of the body. وما زالت المنطقة دي فيها descending sympathetic fibers، وبالتالي العيان برضو بيبقى فيه عنده manifestations of Horner syndrome. الليجن ده بقى عبارة عن سوبيرو بونتاين برضو بس on both sides، وبالتالي في كورتيكو بالبر وكورتيكو سباينال تراكس of both sides. فالعين كوادريبليجيا وكل كرينيال نيرفز below this lesion are affected. كل كرينيال نيرفز below this lesion are affected. ما فاضلوش بس بيتحرك غير عندك 3 و4 اللي مبتوع الميد برين، وبالتالي العيان كل الكوميونيكيشنز بتاعه بالاوتسايد اتموسفير عن طريق البلينكينج، مجرد انه بس يحرك عينيه يعني لفوق والتحت، لفوق والتحت بس، ما بيحركهاش لاترال. ليه؟ عشان الابديوسنت كان عند ليفل واطي شويه، فالابديوسنت اوريدي بارالايزد. يبقى عندنا اللي فاضل له بس التروكليار نيرف والاوكيلوموتور، فهيحرك عينه لفوق لتحت، ده بنسميه لوكد ان سندروم. ودي سلايد برضو جايبها كامله كده من على النت كده حديثه برضو، بايلاترال فنترال بونتاين افكت مجموعه الكرينيال نيرف كلها بيلو ديس ليجن اون بوث سايدز، والكورتيكوسباينال تراكت فايبرز اون بوث سايدز. فبقى عندي كوادريبليجيا وعندي افونيا عشان الكورتيكو بالبر بس، والهوريزونتال جيز برضه هوريزونتال اي موفمنت بتبقى امبيرد، والعيان ما عندوش غير الريتيكولار فورميشن اللي موجوده شويه كده في البونز والمضله شغال والميد برين شغالين، هما شويه بتوع الريتيكولار فورميشن مخلينه صاحي. يبقى هو صاحي عشان الريتيكولار فورميشن بس صاحيين معاه، وبالتالي هو فولي كونشس، ولكن كل كرينا نيرفس او معظمها will be affected في عنده كوادريبليجيا. نيجي اللي بعديها كده lesion of the midbrain، والlesion of the midbrain ده ممكن يكون vascular lesion، ممكن يكون aneurysm، ممكن يكون tumor of the pineal body، ممكن يكون في hydrocephalus، وانا شايفه ملون لي كده ثلاثة areas، يعني ده كده يبقى dorsal midbrain syndrome، وده باراميديان، وده عندي فنترال، هنشوف كل واحد اسمه ايه. اول واحد اللي هو افكشن اوف ذا تيك تام، يبقى ده دورسال ميد برين، ده بارينوت سندروم. انا سامع صوت تلفزيون، يا ريت حد يوطيه لو عنده تلفزيون مفتوح. تلفزيون شغال شباب. عندي دورسال ميد برين، ذا فريكوينت ريزلت فروم تيومر اوف ذا باينيال بودي، هنشوف ايه اللي افكتد في التيومر بتاع الميد برين اللي بيأثر على السوبيرو كوليكولس. الليجن اللي موجود في الباينيال بودي هيأثر لي على السوبيرو كوليكولس، والنيوكليس اللي جواها مباشره اللي هي بريتكتا نيوكليس، وبالتالي البريتكتا نيوكليس دي فيها السنتر ريسبونسبل فور ابورد جيز. فالعيان لو عنده دورسال ميد برين سندروم، دورسال ميد برين سندروم، there will be loss of upward gaze، مش هيقدر يحرك عين الفوق، ونتيجة البريتكتال يبقى فرضه فيه pupillary affection، يعني pupillary light reflex will be affected، وهيبقى فيه absence of convergence، يبقى pupil will be affected absence of convergence، واهم حاجه كاركترستيك فيتشر اللي هو الابورد جيز. طبعا لو العين التيومر زاد شويه ممكن يقفل السيريبرال اكويدكت يعمل لها هيدروكيفالاس. نركز كلامنا على ابورد جيز، دي كاركترستيك فيتشر اوف دورسال ميد برين سندروم. جايبها لي برضو ادي الابورد جيز، والبيوبل بتبقى دايليتد، والبيوبيلاري لايت ريفلكس ويل بي افكتد، والكونفيرجنس برضو بيبقى ويك. لو جيت على باراميديان ميد برين سندروم،
اللي هو بينديك سندروم، نبص على الاريا افكتد، النيوكليس الكبيره دي كده دي سيد ريد نيوكليس، وخدنا ان الريد ولسه قايل من شويه معديه منها الفايبرز اوف ذا اوكيولوموتور، معديه من وسطها، هيبقى في اوكيولوموتور نيرف افكشن وريد نيوكليس افكشن اند ذس از ذا ميديال لمنسكس. يبقى ثلاثه ستراكشرز ار افكتد في الباراميديان ميد برين سندروم. اوكيولوموتور نيرف اولا اللي انا قلته في اول المحاضره، الاوكيولوموتور كان بيعمل لي ايه؟ كل المسلز ار بارالايزد فيما عدا لاترال ريكتس وسوبير اوبليك، وبالتالي الاي دايركتد داونورد اند لاترال. ليفيتور بالبيبري سوبيريوريس افكشن يبقى فيه توزس دروبنج اوف ذا ابر ايليد، والبيوبل تبقى فيكسد ودايليتد. يبقى نمره واحد العين عنده اوكيولوموتور نيرف افكشن. الريد نيوكليس افكشن هتاثر بقى عندي الجزء اللي طالع من السيريبيلم، دنتاتو ثالامو روبرو، يعني دنتاتو روبرال والروبرال بعد كده هتودي على الكورتكس وتنزل، وبعدين نزل لي كورتكس من فوق عندي ريد نيوكليس. فالريد نيوكليس ديت بتربط بين السيريبيلم اباف والسيريبرال كورتكس بيلو، وبالتالي العين لازم يبقى عنده سيريبيلر مانيفيستيشنز. فالريد نيوكليس هتجيب لي السيريبيلر مانيفيستيشن، وانا لسه قايل من شويه الريد والاوليفري مع السيريبيلم دول كلهم سيريبيلر مانيفيستيشن. الميديا اللي منسكس دي اللي انا قلتها من شويه هي دي بتاعت الكونترالاترال لوس اوف فاين تاتش and discriminative touch. جاب الفاين تاتش والديسكريمينيتيف تاتش from the opposite side of the body. يبقى عندي ثلاث حاجات، اوكيلوموتور وريد وميديا لمنسكس، وثلاثه مانيفيستيشن بقى عندهم اوكيلوموتور افكشن سيريبيلر مانيفيستيشن فاين تاتش افكشن على الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي. لو الليجن نزل تحت شويه بص كده، انا واخد المنطقه بتاعه الكراس ريبراي، الكراس ريبراي اللي ماشيين فيها عباره عن كورتيكو سباينال وكورتيكو بالبر، وبرده ما زال معانا النيرف اللي طالع ده اللي هو اوكيولوموتور. يعني في اوكيولوموتور نيرف افكشن زي اللي فات، زي السندروم اللي فات بتاع الباراميديان ميد برين اللي بنسميه بينيديكت سندروم. المره دي ويبر ده بقى واخد كورتيكو سباينال وكورتيكو بالبر ومعهم اوكيلوموتور نيرف افكشن، يبقى برضو ثلاثه استراكشر. اوكيلوموتور نمره واحد، كورتيكو بالبر يبقى عندي كرينيال نيرف افكشن لكل الكرينيال نيرفز بيلو ديس ليجن، هو جاب الفيشال اهوت وجاب الهايبوجلوسال وجاب الفيجاس، يبقى بيلو ديس ليجن كل النيرفز اللي طالعه بيلو ديس ليجن كرينيال نيرفز ويل بي افكتد، وكورتيكو سباينال تراكت يبقى موجود عندي هيميبليجيا. فثلاثه برضه ستراكشرز ويل بي افكتد، وتدور على ثلاثه مانيفيستيشن. يبقى ده كان دورسال ميد برين بتاع الابورد جيز، ده كده باراميديان ميد برين اوكيلوموتور وريد وميديا لمنسكس، ده كده ميديال ميد برين ويبر سندروم، الكراس ريبراي باجزاها كورتيكو بالبر وكورتيكو سباينال ومعاها اوكيولوموتور نيرف. في حاجه تانية كده هنقولها بسرعه، اكوستيك نيوروما عشان شايف طولنا على الناس شويه، او شوانوما اللي هو التيومر اللي اوف ذا شوان سيلز حوالين الفيستيبولو كوكليار نيرف. فهيحصل فيه فيستيبولو كوكليار نيرف افكشن وماشي معاهم في الانترنال اوديتوري تيوب فيشيال، فهلاقي كوكليار نيرف افكشن وفيستيبولار نيرف افكشن وفيشيال نيرف افكشن. الليجن ممكن يعدي من الانترنال اكوستيك ميتس ويوصل على البونز، وبالتالي there may be affection of the trigeminal nerve او affection of the spinal nucleus of the trigeminal او motor nucleus of the trigeminal، أو يأثر على الأبديوسنت نيرف هو طالع in this area، ويأثر لي على الفايبرز اللي جنب الميدلاين اللي هو كورتيكو سباينال فايبر. طبعا مش هنسيب العينة ما بقى أدفانسد بهذا المنظر، المفروض نشخص أكوستيك نيروما أو شوانوما وهي لسه أفكتد بس الـ only الـ vestibulocochlear nerve، ولو زادت شوية يبقى معاه vestibulocochlear and
فيشيال، لو ادفانسد بقى والعين نجلكتد يبقى دخلت معاها مش 7 و8 فقط، دخلت 6 وترايجيمينال باجزائه اند كورتيكوسباينال فايبرز وهي معديه في الميديال بارت اوف ذا بونز. دي برضو ادي الشوانوما وهي بتاثر، وادي الشوانوما وهي عدت من الكانال ووصلت لحد مين البرين ستيم وضغطها هنا عند السيريبيلو بونتاين انجل على 7 و8. ممكن نلاقي سندروم وبقى اسمه جيوجولار فورامين سندروم. الجيوجولار فورامين بيعدي منها 9 و10 و11، يبقى لو عين لقيت العين عنده 9 و10 و11 كرينيال نيرفز جلوسوفارينجيال وبيجاس واكسسوري نيرف افكشن، يبقى ده جيوجولار فورامين سندروم. كل واحد طبعا بالمانيفيستيشنز بتاعته مش هنقولها. طبعا ممكن جيوجولار فورامين سندروم 9 و10 و11 سندروم تاني ممكن الاقي فيه 9 و10 و11 و12، ده سندروم تاني سيكار سندروم. ممكن سندروم تالت 10 و11 سندروم رابع 10 و11 و12، هذا يؤدي اللور فور كرينيال نيرفس مي بي افكتد بديفرنت سندرومز، فلاقي ثلاثة مع بعض لا أربعة مع بعض لا اثنين مع بعض اند سو اون. اخر حاجة هنقولها ميديا لونجيتيودينال فيسيكولاس سندروم. الميديا لونجيتيودينال فيسيكولاس دي في البرين ستيم ماشية جنب الميد لاين، ماشية جنب الميد لاين فيها فايبرز من الابديوسنت نيوكليس اوف وان سايد اوف وان سايد رايحة للميديال ريكتس سب نيوكليس اوف ذا اوبوزيت سايد، او بمعنى اخر في كونكشن بين ذا ابديوسنت والاوكيولوموتور نيوكليس، بس مش كل الاوكيولوموتور، الجزء بتاع الاوكيولوموتور اللي بيحرك بس الميديال ريكتس. ايش معنى الميديال ريكتس؟ خد بالك لان الميديال ريكتس دي بتشتغل مع اللاترال ريكتس اوف ذا اوبوزيت سايد. الميديال ريكتس اليمين شغاله مع اللاترال ريكتس بتاعه الشمال. اما اقول للعين حرك عينك ناحيه الشمال الناحيه دي، اللاترال ريكتس هتتحرك هنا، والمفروض الميديال ريكتس تيجي برضه تجيبها ناحيه. لو في ميديال لونجيتيودينال فيسيكولاس افكشن اوف ذيس فايبرز will produce or will lead to inability of the medial rectus to move the eye medially. وبالتالي الميديال ريكتس اللي هنا دي مش هتشتغل. طب دي اتحركت laterally ودي ما جاتش medially، وبالتالي بما ان الاثنين لازم يمشوا مع بعض هيحصل هنا nystagmus in this eye. يبقى في nystagmus في left eye، nystagmus في left eye، ولاقي الناحية التانية ديت failure of the medial rectus to move this side. طب العيان لو لغيت الحركة دي خالص وقلت له اعمل convergence يعني يبص بعيد ويبص قدام، هل الفايبرز دي شغالة؟ هلاقي الميديال rectus شغالة واللاترال rectus شغالة ويبص لبعيد ويبص لقدام، لأن الباسوي responsible for convergence is different from the pathway responsible for movement of the medial rectus through the medial longitudinal fasciculus. الرسمة دي برضو بتبين لي نفس النظام، ده lateral rectus وعطية فايبر راحة للoculomotor nucleus of the opposite side، وبالتالي بتشغل medial rectus of the opposite side. يبقى lateral rectus دي شغالة على medial rectus الناحية التانية، ودي العكس lateral rectus دي شغالة مع medial rectus of the opposite side. وبالتالي زي ما قلت لك اما تقول العين ودي عينك ناحيه الليفت مثلا، ودي عينك ناحيه الليفت، لو عنده باراليسس في الرايت ميديال لونجيتيودينال فيسيكولاس العين اللي هي بتاعه الليفت سايد يحصل فيها نستاجمس، والعين الرايت سايد مش هتروح او مش هتتحرك ميديالي مع اللاترال ريكتس اوف ذا اوبوزيت سايد. يبقى ده ديو تو انتربشن اوف ذا ميديال لونجيتيودينال فيسيكولاس عملت لنا paralysis of the subnucleus أو the part of the oculomotor nucleus that supplies the medial rectus of the opposite side. نتمنى أن يكون الكلام يعني سهل. دي برضو بيشرح لي برضو ال medial longitudinal fasciculus وإزاي lateral rectus دي ماشية على ال medial longitudinal fasciculus بتاعة الناحية التانية. أقول للعين يبص الناحية دي،
الميديا لونجيتودينال دي هي اللي افكتد، هي اللي افكتد، وبالتالي اللاترال ريكتس هتجيبها لاترالي بس في نستجمس، والميديا ريكتس دي مش هتقدر تشتغل، مش هتجيب الاي ميديا اللي هو ده ديو تو افكشن اوف ذا ميديا لونجيتودينال فيسيكولس. دي كده تجميعا، نتمنى ان يكون السامعين كلهم اللي حاضرين سمعوها جمعونا الحالات اللي فيها هيمبليجيا ومعاها كرينيال نيرف افكشن، يعني الميديال بارت اوف ذا ميدلا كان فيها هيمبليجيا وهايبوجلوسا نيرف افكشن، الميديال بونز كان فيه هيمبليجيا ومعاها ابديوسات، واللاترال بيزال بونز كان فيه هيمبليجيا ومعاها فيشيال نيرف، الكراستر براي بتاع الميد برين كان فيه هيمبليجيا ومعاه اوكيولوموتور نيرف، يعني فيه هيمبليجيا ات ديفرنت ليفلز اوف ذا برين ستيم، وكل واحده بيبقى معاها سيرتن كرينيال نيرف ليجن ات this level. واخيرا thank you. نتمنى ده الورد الجميل ده عشان كل واحد سامع المحاضره بس يشوف.